السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ اللقاء الثاني عشر معانا، والأيام جرت بسرعة يعني معاك والحقيقة يعني والبشمهندس محمود اللي بنشكره جدا، الباشمهندس محمود سيدين، المهندس عمر سيدين والفريق الممتاز في إدارة البيم أريبيا، وبنشكر المهندس محمود المصادر على إدارة مجموعة العروض، وأشكركم جميعا على مشاركتكم واللي بتسر اللقاءات والحوار. موضوع اليوم إن شاء الله على Cost Management for Engineers and its Application. For different projects. وده موضوع من الموضوعات الهامة جدا، لأن طبعا أي حاجة في الدنيا يعني دايما ما بيبقى عاوزين نعمل يعني أي مشروع عايزين نعمله بيبقى عندنا إيه يعني أساس ثلاث حاجات عايزين نعملها. أول حاجة التايم والكوست والكواليتي، دول الثلاث أهداف الرئيسيين. فالكوست ده عنصر من العناصر الهامة جدا جدا جدا، إن أنت إن إحنا يعني نصل إلى أحسن جودة في أقل وقت وإيه وبأقل كوست. هو هي مش أقل، هي أنسب يعني أو يعني خلاص. طيب فالكوست مانجمنت، إحنا هنتكلم على الكوست، وكلمة إحنا قلنا دايما كلمة مانجمنت مرتبطة بإيه؟ فور فانكشنز، اللي هي ايه؟ اللي هي الوظائف الاربعه، البلاننج الاورجنايزنج والليدنج والكنترول. طيب يعني انا بخطط الاول، يعني انا بحسب الاول الكوست بتاع الحاجه اللي عندي، فدي هنتكلم عليه، وبعدين الاورجنايزنج اللي هي بقى يعني مين هيعمل ايه والبريك داون بتاعه والكلام ده كله، الاول ياخد بتاع الكوست اللي هنتكلم عليه برضه، الليدنج برضو ده هيعمل ده ازاي وده هيعمل ده ازاي وده هيعمل ده ازاي، وبعدين ايه الكنترول بقى اللي هو الكوست كنترول، وده هنتكلم عليه برضو في ايه في اخر اللقاء. لقاء هام ومفيد جدا، وان شاء الله ربنا يقدرنا باذن الله تعالى يبقى يعني ايه مفيد لنا جميعا باذن الله تعالى. الاوبجكتيفز اللي هي الاهداف بتاعت اللقاء، اول حاجه to define the cost management and the best understanding of its concepts, methods, etc. اللي هي تحديد اداره التكلفه وافضل المفاهيم of its concepts and methods، وايه وافضل المفاهيم والاسباب والاساليب. طيب دي اول حاجه، ان انا بحدد الكوست مانجمنت، بحدد يعني ايه اداره كوست، اداره التكلفه. To improve the participants' capabilities in cost management. إن أنا بنحسن القدرات المشاركين في إدارة التكلفة. يعني في ناس يعني بتشتغل في الكوست مانجمنت، وفي ناس ما اتطرقتش له أبدا. فاللي اشتغل في كوست مانجمنت هيبقى بالنسبة له الموضوع يعني سهل، أو استعراض للمعلومات اللي عنده وتركيزها ووضعها بشكل منهجي وشكل علمي. اللي ما درسش في الكوست او ما شاركش فيه هيستفيد وهيعلم الكابابيلتيز بتاعته، هتعلم بالنسبه للكوست مانجمنت. طيب النقطه الثالثه، to apply the cost management principles in the different projects. ان انا اطبق مبادئ اداره التكاليف في المشاريع المختلفه. دي الاوبجكتس بتاع الاهداف بتاعتك. الاجنده بتاعت الموضوع هي طويله شويه لكن ماشي الحال. assumptions الافتراضات والتعريف، التكلفه والفروق بين التكاليف والاسعار. طب ما في فرق، هنفهم الفرق بين التكاليف وبين الاسعار. التكلفه حاجه والسعر حاجه ثانيه. يعني السعر بيتوقف على التكاليف، لكن تحديد السعر ده له برضه ظروف لازم ايه نراعيها واحنا بنحدد. الفاكتورز افكتنج البروفيت مارجنز،
انواع التكاليف في مشاريع البناء، لا الفاكس افكت بروفيت مارجن، اللي هي العناصر المؤثره على البروفيت مارجن، المكسب بتاع المشروع. يعني هنتكلم عليها برضو، يعني ان انا ازاي احدد البروفيت مارجن بتاعي. ده في عناصر كتيره جدا هتؤثر على ايه. يعني انا صرفت مثلا، كلفت حاجه مثلا 100 يونت، اكسب فيها كام؟ 5% ولا 10% ولا 15% ولا 20% ولا 50%؟ دي هنتكلم على الفاكتورز اللي تخليني احدد النسبه دي ازاي. النقطه الثالثه برايس استيميشن بارامترز، اللي هي البارامترز اللي هي بتحدد لي وانا بعمل الاستيميشن البارامترز بتاعته يعني. طيب بعد كده cost estimation analysis terms and definition، هنتكلم على التعريفات والترمز اللي هي الفوكابولري اللي بتستخدم في علم اداره الكوست مانجمنت والكوست مانجمنت والاناليسيس بتاعته. طيب نمبر خمسه الكوست كنترول، هنتكلم عن في ايكويشن كوست كنترول. ده بقارن البادجيتد كوست اللي هو الاولاني اللي انا اللي بفترض ان انا عايز اوصل له مع الكوست ديورنج البروجكت. يعني كل مثلا طول ما انا ماشي في المشروع مثلا كل اسبوع كل شهر كل وهكذا بعمل ايه كوست كنترول. هو انا يعني الشاطر يعمله حتى كل يوم، بس هي كل اسبوع بيبقى نورمال جدا في اي حاجه يعني. طيب هي دلوقتي هنقول ايه؟ هنحط اللي هنعرفه كوست كنترول وزي البريك داون اللي احنا عملناه، وهنقارنه ازاي بنوعيه التكاليف بتاعتنا، وقايم برضه على الايه؟ على الفور ريسورسز اللي احنا بنتكلم عليها، الباور والماشينري والماتيريال والماني طبعا اللي احنا قلنا عليها. طيب كيس ستادي، بسيط جدا، لو فولت كيبل بروجكت. يعني ايه؟ انا عشان برضه ايه ما يعني ما بقاش يعني في برضه مشروع بسيط برضه جوه الكونستراكشن، اللي هو ايه؟ بركب كابل كهرباء، مجرد تركيب كابل كهرباء، ده مشروع في حد ذاته. وده مش حاجه يعني في كل العناصر، وهتبان في كل حاجه، كل عناصر الكوستنج والكوست كنترول وكل حاجه. كوست مانجمنت. So for example for cost control، في ايه مثال محلول في الاخر على ايه؟ على cost control. ده الكوست الكورس كونتنت بتاع كل الايه؟ الفاينانشال مانجمنت يعني. ده كورس كامل كنا بنديه. طبعا هناخد الكلام ده واحنا ماشيين. Cost definition and the differences between cost and price. يعني تحديد او تعريف الكوست، تحديد التكلفه. وانواع التكاليف بعد كده. Type of construction project cost. بعد كده cost management using the four functions of management. لو كنا بقول دلوقتي احنا هندير المشروع باستخدام الفور فانكشن اوف مانجمنت، اللي هو planning والorganizing والleading والcontrol. وبعد كده هنتكلم على cost management and the related resources، ال 4M. اللي هي الريسورس بتاعتنا. وبعدين نعمل الكوست بريك داون، هنعرفه دايركت كوست والاندايركت كوست والمارك اب والبروفيت، كل الحاجات اللي بتكون لي الكوست في الاخر. هنتكلم فاليو انجينيرنج. دي يعني طريقه جميله جدا وعظيمه جدا، ولها اثار زهار في العالم كله، مصريين جمال وغير 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 الحقيقه. في العالم العربي ناس عباقره هي في الفاليو انجينيرنج، علم من العلوم الهامه جدا جدا دلوقتي، اللي بيعمل اوبتمايزيشن للكوست وبيعمل امبروفمنت للكواليتي بتاعت البروجكت. يعني بيصلح البروجكت وبيخلي الكوست بتاعه يعني مناسب. في كيس ستاديز بعد كده برضه ايه هنتكلم عليها. طيب اول افتراضات بنتكلم عليها اللي هي ايه بقى؟ البرايس. البرايس ده اللي هو السعر، يعني اللي انا بشتري فيه، الثمن النهائي اللي انا بشتري بيه.
البرايس ده بيتكون من ايه؟ من كوست اللي هو التكلفه زائد حاجه اسمها المارك اب. بيبقى نسبه من الكوست في الاخر، يعني في اماكن كتيره جدا بتحدد نسبه، خلاص بتاخد نسبه اللي هو المارك اب من كتر الشغل بتاعهم بقى وكده. وانا ما بحبش الطريقه دي، لكن ايه بتنفع لما يبقى في مشروع مثلا عايز يخلص بسرعه، يعني مستعجلين على تقييمه يعني او التقدير او الى اخره. طيب الكوست عباره عن ايه بقى؟ البرايس عباره عن كوست ومارك اب، يعني ما يزيد عن التكلفه يبقى اسمه ايه؟ مارك اب. المارك اب ده عباره عن ايه؟ حاجتين. البروفيت ده اللي هو الايه؟ المكسب النهائي بتاع الصافي في الاخر، ده بيبقى ايه؟ بيرسنت. تمام. طيب الاوفر هيد ده بقى ايه؟ مجموعه حاجات هتبان لنا بعد كده. الاوفر هيد هتبان واحنا بنتكلم، اللي هي في اندايركت كوست، وفي ولو ان الكوست ده بنحط عليه الاندايركت كوست، لكن اما يبقى في حاجات اوفر هيد مثلا للمشروع، حاجات مصاريف للمشروع، مصاريف للمكتب الرئيسي بتاع الشركه او المؤسسه او اللي هي بتشتغل يعني. طيب التوتال كوست هيتكون من ايه؟ هيتكون من ايه بقى؟ من الكوست زائد الاوفر هيد، يبقى بيجي هنا ايه اللي هو التوتال كوست. يبقى الكوست هنا ايه؟ دي الكوست اللي هو دايركت واندايركت، والاوفر هيدز بقى اللي هي ايه؟ بيبقى اديني التوتال كوست. والبروفيت ده اللي هو ايه؟ اللي هو الفلوس اللي هيبقى بعد ما اصفي حساباتي وحاجاتي كلها، هيبقى البروفيت بتاعي. وطبعا البروفيت ده هو ايه؟ الهدف من البيزنس كله على الاول والاخر. طيب الفاكتورز افكتنج بروفيت مارجنز، انا البروفيت مارجن ده يعني انا احط قد ايه على التكلفه اللي انا كلفتها. انا كلفت حاجه مثلا 1000 جنيه، ايه الفاكتورز، ايه العوامل اللي بتاثر لي على هامش الربح؟ اول حاجه الاماونت اوف ان افكتيف ريسورسز ان ذا كومباني، يعني انا في الشركه ممكن يكون عندي عمال كتير مثلا ما لهمش شغل، يمكن يبقى عندي معدات كتير متخزنه، هتكلم بقى على الكونستراكشن شويه عشان يبقى الموضوع متعرف، عندي ماتيريال مثلا متخزنه برضه من مشروعات سابقه من الى اخره، وانا عايز اشتغل. فلما باجي انزل بقى في عطا بعمل ايه؟ بخلي السعر بتاعي المارجن بتاعي اقل المارك. ليه؟ على هامش الربح. ليه بعمل كده؟ لان انا عندي حاجات اولا هي اتصرف عليها خلاص وموجوده ومتوقفه وبصرف عليها، يعني لو اي حاجه بصرف عليها تخزين. انا لو خدت مشروع وخليت نسبتي بدل ما بحطها مثلا 20% اخليها 15 يا سيدي 10، بقيت انا برضو كسبان. الفاكتور الثاني المهم جدا الجيوغرافيكال اريا ريسك، يعني انت بتشتغل في اي منطقه؟ هل انت بتشتغل في منطقه مثلا في مدينه؟ هل بتشتغل في قريه؟ الطبيعه الجغرافيه بتاعت المنطقه والبيئيه بتاعتها. بعد كده كونسلتنت ريسك كايند، يعني الريسك بتاعه، يعني في ريسك، هل انا الاونر ده موجود؟ هل هو بيدفع والكلام ده كله، ولا ممكن الاونر زي ما ناس كتير بتعمل للاسف يدخل ويعمل شغل والكلام ده كله الاخر يربط بقى فلوس المقاولين، فلوس الشاريين وهكذا. هل الكونسلتنت فير، وهل هو فاهم يعني ايه كونسلتنت وبيبقى فير ما بين الاطراف؟ يعني مش بتعمل الكلام اللي بيقوله برضه خبرات الحياه، وده برضه لاخواتنا وابنائنا واحفادنا اللي شغالين في الكونسلتنت. الكونسلتنت ده قاضي، اي نعم هو بياخد فلوسه من المالك، لكن في اي موضوع بيتحلل او بيتاخد رايه فيه او بيتعامل ما بيبقاش ما يعتقدش ان هو لو حقيقه لنقاول عشان خاطر ال ما بيفهموش، ده هو كده بيسوق سمعته وايه وبيخليه. فلازم الريسك بتاع الاونر والكونسلتنت مهم جدا جدا، ان انا احط بروجكت مارجن.
لو الكونسلتنت برضه يعني الريسك بتاعه يعني، او ان هو يعني ما هوش عادل قوي او ما هوش متزن قوي، ابقى احط باجي احط البروفيت مارجن بتاعي عالي يعني، لان خلاص بقى يعني يا تيجي العمليه كويسه يا ما تجيش يعني. لو ما جاتش ما فيش مشكله، لو جات هتبقى بالمارجن بتاعها اللي انا حطيت بروفيت عالي، هيعوضني عن اي جهد او هيعوضني عن اي تاخير في التخلصات او اي اخر. الكومباني اكسبيرينس ريسك، خبره بقى المؤسسه اللي انت فيها خبره. انا شبه انا كان شركه مقاولات طبعا. نخلي بالنا برضو احنا هنتكلم برضو هنا يعني على اللاست فيز في الكوست كنترول او الكوست مانجمنت. الكوست مانجمنت ده بيبتدي مع التفكير في المشروع في الاول خالص، يعني كنا بنتكلم على 7 مراحل في عمر المشروع، اللي هي بري فيزيبيليتي ثم الفيزيبيليتي ثم الديزاين ثم البروكيورمنت ثم الكونستراكشن ثم يعني في كل واحده من دول فيها ايه؟ فيها كوست. فهنا احنا بنتكلم على الكونستراكشن، فالجزء اللي هو خاص بالكونستراكشن. طبعا ممكن تطبيق الكلام ده في اي حاجه في اي ليفل، لكن احنا بنتكلم هنا على الكونستراكشن اللي هو ايه؟ اكثر واحد بيهتم وبيتاثر بالكوست مانجمنت اللي هو المقاول. وطبعا المالك بيتاثر برضه، لان بالنسبه له هو بيعمل الوحدات بيبيع او الى اخره، لازم كوست مانجمنت برضه يتعامل معاه من الاول خالص. بس احنا تطبيقاتنا النهارده على ايه؟ هو الفكره العامه تطبق في اي مجال، تطبق في اي مشروع، تطبق من اي ليفل، من البري فيزيبيليتي حتى، لكن الابلكيشن او الامثله بتديها بيديها للمقاول على اساس ان هو ايه؟ اللي هو يعني اكتر واحد هيبقى يعني بيهمه الكلام ده. او ده اقرب حاجه ان احنا نقرب الكوست مارجن بالنسبه للناس يعني. التيرمز اوف كونتراكت اند كاش فلو اللي هي بنود العقد دي مهمه جدا، لان بيبقى فيها المواصفات العامه والمواصفات الخاصه والمؤسسه وكل الدوكيومنتس بتاعت الكونتراكت. وبرضو على فكره برضو الناس اللي عايزه تتعلم كونتراكت وتقرا الكونتراكت، ما هوش الشروط العامه والشروط الخاصه بس، ده في 7 8 ايتمز، الرسومات والمواصفات والشروط العامه والشروط الخاصه واي معاملات يعني في اي ليترز ديورنج الكونتراكت يعني. التيرمز اوف كونتراكت اند كاش فلو، برضو الكاش فلو، الكاش فلو انا مثلا الكاش فلو بتاعي الكاش ان والكاش اوت، يعني انا اي مشروع المفروض انا اخده كمقاول او لازم اعرف كاش ان كاش اوت بتاعته عشان اعرف. وبرضه لان في بنحدد راس المال المستخدم، وبنحدد في المصروفات الشهريه بنتصرف يعني. ده موضوع جميل برضه، وان شاء الله هنتكلم عليه برضه كويس يعني. ان شاء الله هيبقى يعني موضوع قائم بذاته مع في موضوعاتنا. الفوليوم اوف ورك ان ذا ماركت، هل السوق فيه اشغال كثيره؟ بحس ان انا يعني يعني فري يعني، سواء جت الشغل او ما جتش مش مشكله، في اشغال كثيره موجوده ثانيه. بحط بقى الايه البروفيت بتاعي عالي او عادي يعني زي ما انا بحطه، ولا الشغل قليل في البلد وكده لازم انزل بالبروفيت بتاعي. يعني انا فاكر شخصيا يعني انا كنت في السعوديه لغايه من 3 سنين فاتوا، اذكر شفت واحد من ابنائنا يعني اللي هم عم شغال، كانت مقاولات كبيره قوي قوي الحقيقه يعني، بس كانوا بيحضرون. لما رحت زورته في المشروعات بتاعته في شركته، قال لي انا بحط 3% بروفيت، والحقيقه طالع عبقري، لان هو كان تقريبا هو الوحيد اللي بيشتغل، هو الوحيد اللي بياخد يعني، كانت شركه كبيره وهو يعني اسسها يعني، يعني اقنع اللي هو الشركه كمان واسسها، من الشباب الممتازين الحقيقه. الكومبيتيشن بقى اللي هي دي نقطه الايه، المنافسه، المنافسه بيننا وبين الشركات الثانيه، هل احنا في منافسين كتير معانا ولا ما فيش؟ يعني انت كل ما كان الحجم صغير بتلاقي منافسين كتير قوي. يعني انا مقاول بشتغل في مشروع مثلا ب 20 30 مليون، المنافسه هتبقى عاليه جدا. بشتغل مثلا في 200 مليون، المنافسه بتقل. مليارات بتبقى ايه؟ المنافسه بتبقى الشركات مش كتيره اللي بتشتغل في الحجم. فكل الحجم ما 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 حجم المشروعات ما بتكبر، كل الكومبيتيشن ما بتقل.
الكوست استيميشن بقى هنتكلم على ايه؟ ده التوتال على الدايركت كوست. اول حاجه التوتال دايركت كوست بيبقى مكون من ايه؟ الاول نقول الدايركت كوست عباره عن الدايركت كوست ده اللي هو اللي بصرفه على الريسورسز اللي هي بتنتج لي العنصر اللي عندي. يعني انا مثلا عايز انتج نقول خرسانه مثلا، بعمل ايه؟ بعمل بصرف عليها ايه؟ بصرف عليها الماتيريال كوست. بعد مثلا الخرسانه الجاهزه، الحديد، يعني كل اللي هي التوتال ماتيريال كوست، كل ماتيريال خلاص. الليبر كوست، العماله بقى اللي بتعمل لي هذا الكلام، النجار والحداد والعمال اللي بتنظف، العمال اللي بتصب، اللي هو التوتال ليبر كوست. يعني ايه يعني توتال دايركت كوست؟ دايركت كوست اللي هي اي مصروفات بتتصرف على نفس البند اللي انت بتبص عليه. يعني انا بتكلم على اي حاجه، يعني لو على رغيف العيش، لو على بدله، لو على اي حاجه، اي منتج، اي مصاريف بتتحط عشان تنتج لك العنصر لوحده او المنتج لوحده، دي اسمها ايه؟ دايركت كوست. التوتال اكويبمنت كوست طبعا اللي هي بتتصرف على مين؟ على المنتج لوحده، يعني على بند الخرسانه عنده التوتال كوست بتاعته، الماتيريال بتاعته اللي هي الخرسانه، بصلات رمل او سن رمل، اسمنت، ميه، اديتيفز، اي حاجه مثلا مش خرسانه. عندنا الليبر كوست اللي هو النجار والحداد والعمال والفرمجيه، وده كنا نقول اخره. الاكويبمنت كوست بقى كل حاجه بقى، عندنا الاخشاب، عندنا اللوناش، الكلام ده كله من اول اخره، اللي هي ايه؟ خاصه بالايه؟ بالدايركت كوست. التوتال سب كونتراكت، لو انا السب كونتراكت جبت سب كونتراكتور عشان يشيل لي مثلا، يعمل لي ايه؟ نجاره وحداد وصب مثلا مع بعض، او سب كونتراكت نجاره، سب كونتراكت حداد، سب كونتراكت كذا، او سبلاير للماتيريال ده اللي هو من ضمن الايه؟ الليبر كوست. ف يعني ايه؟ لا السبلاير هيبقى من ضمن الماتيريال كوست، او ماتيريال، او ممكن يبقى سبلاير اسمه ايه ده؟ الاكويبمنت، يعني سبلاير عموما يعني. طيب التوتال اندايركت كوست، الاوفر هيد، البروجكت جوب اور سايت اوفر هيد. عاده البروجكت نفسه بيبقى ايه؟ بيبقى اوفر هيدز عليه. اداره المشروع، الخدمات بتاعتهم، احنا اتكلمنا مره هنا في احد اللقاءات بتاعتنا عن تجهيزات الموقع، المكاتب، الكهرباء، الميه، الصرف الصحي، الخدمات، اي حاجه متعلقه بايه؟ بالمصاريف اللي في المشروع اللي هي بتتصرف على جميع البنود اللي موجوده، ما بتتصرفش على بند لوحده. يعني كل مصاريف المشروع، المهندسين، المراقبين، الكلام ده من اول لاخره، ما هوش ايه؟ دايركت كوست، ده اللي هو الايه؟ الاندايركت كوست. فدي عاده بتبقى من 10 ل 20%. هي هنا دي كتير شويه، لكن يعني هي المفروض بتبتدي ايه؟ من 6 7 لغايه زي ما تكون بقى، تعتمد على طبيعه الشغل، طبيعه المنطقه، طبيعه العماله، المفروض الكلام ده من الاخر، طبيعه الاداره يعني. الاوفيس مانجمنت اوفر هيد من 5 ل 10%. اللي هو المصروفات بقى اللي هي بيعملها الاوفيس، اللي هو التوب مانجمنت، يعني الشركه نفسها. الشركه نفسها لها مصروفات، دعايه، تصدير، استيراد، تراخيص، اداره عليا، اداره الشركه نفسها، اي مصروفات بيصرفها الشركه، ودي بتبقى بتتصرف على كل المشروعات بتاعت الشركه، ولها طريقه ازاي المشروع اللي عندنا هياخد النسبه بتاعته دي، بتبقى من 5 ل 10%. يعني عاده بتبقى الاوفيس مانجمنت بتبقى نص الايه؟ السايت. السيلز تاكسز بقى اللي هي ايه؟ الضرايب بقى اللي هي المبيعات وانواع الضرايب عموما، بتبقى من 3 الى 6%. طيب هنتكلم بعد كده عن الكوست استيميشن اللي هي تقدير او حساب التكاليف. طيب هنا في الكوست استيميشن بقى في الريسك استيميشن اللي هي ايه؟ تقدير المخاطر، الانشطه الحرجه والمخاطر والكلام ده.
الاونر بيبقى في تشينج اوردر، يعني دايما انت لما تيجي تعمل العقد بتاع اي مشروع في الاولاد يقول لك ايه للطرف الاول الحق في ايه في 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 زياده او نقص 25% من قيمه المشروع. يعني انت داخل كمقاول وحاطط في دماغك ان انت وانت بتدرس الاسعار بتاعتك ان انت ممكن تنزل 25% او تزيد 25%. لو نزلت 25% بتضطر ان انت تعلي نسبه المصروفات بتاعتك، نسبه الماركه بتاعك، لان ده ريسك. يعني انت ممكن تلاقي نفسك هتحسب المصاريف على التوتال بتاع كل من اوله لاخره، وعامل حسابك انك هتكسب مثلا 100 يونت من التوتال كل من اوله لاخره. لو انت جيت وقال لك لا 25% من المشروع انا مش هعمله، يبقى انت على كده انت كسبت 75% من اللي انت كنت عامله استيميشن، فبتحط ريسك بقى للحته دي شويه وبتعرف تكسب. اذا زادت نخلي بالنا برضو الزياده دي، هل الزياده دي تكلفتها قد ايه، او بتتحسب بقى النسبه قد ايه، وهل دي تخليني ازود تخليني انقص، دي تبقى طبقا للدراسه اللي هي ايه اللي هو ريسك استيميشن. هل الريسك بتاع المشروع هل ممكن يزيد ولا ممكن يقل؟ التوتال كوست بقى عباره عن ايه؟ الدايركت كوست والدايركت كوست والريسك استيميشن. فالريسك استيميشن ده بيدخل من ضمن تحديد الكوست بتاع المشروع. البروفيت من 10 ل 20% في النورمال بروفيت. الحقيقه ده خلي بالنا ان ده مش قليل. يعني انت لان انت لما بتيجي مثلا في قطاع المقاولات بتحط 10% او 20% انت بتحطه من ايه؟ من الكوست نفسه، انما من الكوست من التوتال، انما انت التوتال بروفيت بتاعك في الاخر بيتحسب لك على ايه؟ على كل المشروع، مش بيتحسب لك على نسبتك من راس المال. لان عاده دي برضه دي عمل برضه دي ان شاء الله هنتكلم عليها لما نيجي نتكلم على الفاينانس مانجمنت. ان انت يعني مشروع ب 100 مليون انت في الاخر لما بتيجي تحسب المكسب بتاعك بتقول ايه؟ انا كسبت كام بالنسبه لايه؟ لل 100 مليون. انما لما بتيجي تحط لما بتيجي تدرس الكاش فلو والكاش ان والكاش اوت بتعرف انت محتاج كاش قد ايه؟ 15 20 25 30. لما بتيجي تحسب المكسب بتاعك في المقاولات او في الكونستراكشن بنحسبه على التوتال فاليو بتاعت البروجكت او التوتال الكوست بتاعت البروجكت. انما واقع الامر اللي انت بتدفعه هتلاقي نفسك مش المكسب بقى مش بروفيت مش 10 20% لا هتلاقي نفسك لو نسبته لراس المال اللي انت حطيته. طيب البرايس بيبقى التوتال كوست زائد البروفيت، بيبقى التوتال كوست زائد البروفيت ده بيمثل لي ايه البرايس بتاع ايه بتاع اللي انا بقدمه بقى السعر اللي انا باخد بيه اللي انا بحطه في المقايسه كم قوي يعني. طيب المارك اب اللي هو الاوفيس اوفر هيد زائد البروفيت من 15 ل 30%. الاوفيس اوفر هيد كنا بنتكلم على من ايه؟ من 10 ل الاوفيس ده الاوفيس من 5 ل 10 ولا كان كام؟ قلنا الاوفيس اوفر هيد من 15 ل 30%. دي واحده او يعني هنا يعني ايه المهم يعني ايه ان الاوفيس يبقى من 5 ل 10%. فاحنا هنا لما بنيجي نحدد البروجكت الاوفيس اوفر هيد ذا بروفيت بيبقى 15 ل 30%. ده المارك اب. البروفيت بيبقى الريفينيو ناقص التوتال كوست، يعني اللي بيدخل لي الريفينيو اللي هو التوتال بقى. يعني في الاخر بقول الختامي بتاعي مثلا سي 100 مليون انا اتكلفت على بعضه مثلا 75 مليون يبقى انا كسبت كام؟ 25 مليون. 25 مليون دول يبقى على اسمي ان انا كسبت كام؟ 25% اللي هي التوتال مثلا سي 25% يبقى انا كسبت 25%. لو بنسبه للكوست التوتال كوست هيبقوا كام؟ 25 75 كسبت الثلث. لو نسبته بقى للراس المال اللي انا حطيته واستثمرته هتلاقي مثلا انا حطيت مثلا 30 مليون ها
هتلاقي نفسك كسبان 100%. فدي ايه؟ انا بتكلم على البروفيت دلوقتي اللي هو الريفينيو ناقص التوتال كوست، اللي هو اللي دخل لك البروفيت اللي دخل لك الريفينيو اللي دخل لي 100 مليون ناقص التوتال كوست 70 مليون، يبقى انا ايه؟ البروفيت بتاعي 30 مليون. فهتبقى نسبه الكلام ده بقى الريفينيو ناقص التوتال كوست على بقى اقسمها، هقسمها على ايه؟ هقسمها على التوتال كوست بقى التلت، هقسمها على نسبه المشروب من اخره. انت بقى بتحسب ازاي؟ هي دي بقى اللي انت ايه بتحددها البرسنتج اللي انت تحسبها لنفسك يعني. الفاليو ادد ريفلكس ذا انترنال ريسورس يوتيلايزيشن، دي هيبقى في شيت بعد كده هنتكلم عليه، اللي هو في حاجه اسمها الادد فاليو. الادد فاليو دي اللي هي الفاليو اللي انت بتحط في البروجكت من داخل الشركه، انما الحاجات الخارجيه اللي هي مثلا جبت مثلا سب كونتراكتور يعني ما استخدمتش العماله بتاعت الشركه مثلا، اشتريت حاجات دي تعتبر حاجات ايه؟ من الاكسترنال ريسورسز يعني، اللي هي اما حاجات مشتريات او ايه؟ او سب كونتراكتور. طيب عندنا هنا بالريفينيو على الاكسترنال ريسورسز برضه بتبقى ايه؟ دي البرسنتج بتاعت الفاليو ادد، دي اسمها الفاليو ادد اللي هي القيمه المضافه. طيب اذا جينا هنا بنتكلم على المارجن فاكتور ريفلكس اوفر هيد يوتيلايزيشن. المارجن فاكتور اللي هي ايه؟ الهامش، هامش يعكس استخدام النفقات العامه بريفلكس الاوفر هيد يوتيلايزيشن. الريفينيو ناقص التوتال دايركت كوست اللي هو الايراد ناقص التوتال دايركت كوست من اول لاخره، على يبقى ده ايه؟ ده اللي هو بيسموه المارجن فاكتور، تمام؟ اللي هو المارجن فاكتور اللي هو ايه؟ هامش اللي بيعكس النفقات العامه يعني، يبقى الايراد ناقص الايه؟ التوتال دايركت كوست، التكلفه العامه، التكلفه الكامله يعني التوتال كوست. يبقى الريفينو على التوتال دايركت كوست بتبقى ايه؟ بتدي نسبه برضه ايه؟ هتبان لنا هتبان لنا الهامش بتاعها برضه. هنا بقى ايه؟ في حاجه اسمها برايس استيميشن بارامترز. البرايس هيساوي ايه؟ التوتال كوست في الويت فاكتور. هتبان لنا برضه في الشيت اللي احنا هنتكلم عليه، ان انت يعني مش انت مثلا لما تيجي واحد مع واحد مقاول تقول له مثلا المشروع ده قيمته كام؟ ويقعد يفكر كده، انا هجيب ثروه كذا، خرسانه كذا، مطلوب كذا، موبايلات كذا 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 كذا، يبقى انا ايه اضربه ايه في واحد ب 35%، يبقى انا ده ايه ده البرايس، ده السعر اللي انا ممكن ادخل بيه كده يعني، من غير لسه لا حسب حاجه ولا يعني ما دخلش في التفاصيل. بس هو من كتر ما اشتغل بيبقى عنده ايه حاجه اسمها الويت فاكتور، اللي هو هيبان لنا برضه بعد كده في الايه في الـ في الـ في, الـ في البرايس استيميشن. يعني اسرع طريقه برايس استيميشن اللي هي ايه؟ اللي هي المؤشرات تقدير الاسعار، اللي هو البرايس استيميشن بارامترز. بتبقى السعر بيبقى في معامل وزن اللي هو الويت فاكتور. انا معتاد في شركتي ان انا مثلا عاده من الممارسات السابقه ان انا مكسبي بمصاريف الاداريه بمصاريف المشروع ده كان بقوله بيبقى عندي ويت فاكتور مثلا 30 35 20 تبع يعني ايه الشغل اللي بيشتغل. برايس انفورميشن هي معاملات المشروبات، سكوب اند ريكوايرمنتس، اللوكيشن اند يوتيليتيز، الاس اس اس اي سكيورتي انفايرمنت، بعدين اتش اس اي ريكوايرمنتس، الكواليتي ريكوايرمنتس، الديوريشن كان بيكون اول اخر هو الايه البروجكت انفورميشن اللي هي بتاثر على ايه؟ على تقدير التكلفه. طيب برايس استيميشن بارامترز دي الويت فاكتور بقى يعني اللي هي الكونتراكت انفورميشن بقى، كومباني ستراتيجي اور بوليسي الاستراتيجيه بتاعت الشركه وسياساتها، والريسورس افيلابيلتي يعني زي ما قلنا الريسورس اللي هي ايه؟ مان باور، ماتيريال، ماشينري. ممكن شركه عندها معدات كتير، شركه عندها مثلا اخشاب كتير، حاجات متخزنه، يبقى احسن لي ان انا يعني ايه انزلها واحطها، ويبقى ايه يبقى احسن ما هي قاعده وبصرف عليها. حتى اند يوز كاباسيتي الورك لود، الاوفر هيد ريشيو اللي هي ايه نسبه ال الاوفر هيد ريشيو، تمام؟
الفاليو ادد ريشيو اللي هي القيمه المضافه، دي نسبة المضافة، ودي ايه الـ value added ratio اللي هي ايه القيمة المضافة. الموبايل موبيلايزيشن، ودي موبيلايزيشن، ودي مهمة جدا، ونخلي بالنا ان يعني في ناس كتير قوي بتنسى تحسب قيمة الدي موبيلايزيشن. دي موبيلايزيشن ودي عن خبرة حياة، يعني دي ناس كتير قوي بتنساها. ان انا لما باجي اعمل دي موبيلايزيشن بصرف كتير قوي، ممكن اللي بيعمل حساباته الكالكوليشن بتاعه، دي نقطة مهمة يعني ناس كتير ما بتاخدش بالها منها. تلاقي في الاخر انا عايز مثلا اشيل بقى، انا جبت كرفانات وجبت عملت طرق وعملت حاجات كتير في الموقع، عايز تتشال الموقع، عايز يتنظف، عايز يتظبط، عندي عماله عايزه مستحقاتها بقى الاخيره، عندي كونسلتنتس او عندي موردين عايزين ياخدوا فلوسهم، عايز اسوق عشان ياخدوا فلوسهم، عندي مكافآت لازم اديها مثلا للعمال اللي انا بمشيهم او للناس اللي انا كنت حاططهم المشروع. فبتلاقي الدي موبيلايزيشن اللي مش محطوط في الحسبان هتلاقيه يصرف معاك اكتر من الموبيلايزيشن بتاعك، ودي برضه بتتنسى كتير قوي. الكونتراكتر هيستوري، السي في، والكواليتي مانيا، وكذا يعني الانفورميشن الايه المقاول. طيب الذاتيه ودليل الجوده وال اتش اس اس اي مانيوال وحاجات كثيره جدا دلوقتي. برضو الريسك دلوقتي دخل كعنصر مهم جدا، حاجات كثيره دخلت دلوقتي ايه كايه كانفورميشن للكومباني. وباذن الله برضو هيبقى فيه ان شاء الله لقاء هنتكلم فيه على ايه، على شركه المقاولات يعني عموما، يعني ايه اقيمها ازاي او احدد قيمتها ازاي، يعني نحدد كتقييم لها. لو انا مثلا مالك او انا يعني بقيم شركه مقاولات اقيمها ازاي وعلى اساس ايه؟ موجود برضه هذا الكلام يبقى لقاء، وهيبقى لقاء اهم ان شاء الله باذن الله تعالى. الاونر انفورميشن بقى هي دي ايه، دول العناصر اللي انا قلنا دي هتاثر على ايه؟ على برايس استيميشن. الاونر انفورميشن عندها الاونر استراتيجي او بوليسي. في ملاك يعني دي حاجه ماساويه، يعني مثلا بيبقى عنده عامل مشروع اسكان كبير جدا وبيبيع، يقول لك انا ما اديش من الاصل الفلوس بتاعتي، انا اسيب فلوسي في البنك واخد الفوائد، طبعا دي كلها حرام في حرام، والمقاول ده يصبر عليا بقى شهر اثنين، عامل ودائع وعامل يعني حاجات ان هو يقلل جدا جدا من قيمه الصرف بتاعه، او ياخد من فوائد الفلوس اللي هو واخدها من الناس وصارفها. وطبعا دي ايه، دي حاجه بتبقى حاجه سيئه جدا، دي الناس السيئه يعني. انا بتكلم على ايه، على دي اللي هي استراتيجي او البوليسي. في واحد يقول لك انا يعني ما المقاول اتاخر معايا مثلا شهر شهرين ثلاثه، الناس اللي بتفكر كده بيبين لها ان هي كسبت بتكسب، هي ما بتكسبش كما ينبغي، لان طبعا مش هيروح لها سمعتها هتبوظ، مش هيروح لها مقاولين كتير. برضو زي في اي مكان، زي ما اي دول معينه برضو عندها المستخلص الختامي ده للمقاول، يعني ايه ما ينساه، يعني يقول لك ده يعني ايه انت خدت منها فلوس كتير قوي كفايه عليك كده، فتلاقي الاسعار بتزيد على طول ومن غير ما يتقال له. المقاولين بيبقوا عارفين، يعني محدش عبيط، يعني المقاول بيبقى عارف ان هو مثلا الختامي بتاعه مش هياخده، يقوم ايه يضيف على مكسبه او يضيف على الاوفر هيد بتاعه او الكوست بتاعه الحاجات الاستيميتد ان هي ايه الريسك بتاعها مش هيظبط او مش هياخدها او هتاخد منها جزء او الى اخره. الاون استراتيجي او بوليسي دي هامه جدا 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 جدا. الكونتراكت تايب هنتكلم على الكونتراكت تايبس بعد كده. في اليونت برايس دي اللي هي يعني اللي احنا معروفه اللي هي ايه بي او كيو، اللي هي يعني اللي هي البي او كيو اللي هي اللي هي البنود، يعني مقايسه، يعني مقايسه بالبنود. في نوع كده، في مثلا في لامسم بروجكت اللي هو انواع اللامسم. فايه هتبان بقى، يعني هنتكلم على الموضوع ده باسهاب في التعريفات اللي هنقولها بعد كده. في كوست بلس، في فيكسد كوست، في شويه حاجات كده هتبان بعد كده، يعني
هنخش في تفاصيلها يعني. البرايس ميجرمنت، هل انا السعر بتاعي انا هقيسه بالجنيه ولا بالدولار ولا بالاسترليني؟ برضه بتفرق، لان لو انا بتكلم على الجنيه، الجنيه لو انا مشروع مثلا طويل هاخد سنتين ثلاثه، لازم اعمل ايه؟ حسب في معدل التضخم بتاعه. يعني انا لو المشروع ده انا بكسب، انا عامل حسابي انا هكسب فيه مثلا 25% بمفهوم النهارده، لو انا بحسب بالجنيه وهقبض مثلا على سنتين ثلاثه، الانفليشن بيقلل لي قيمه البريزنت فاليو اوف ماني، ودي موجوده برضه كحسابات ان شاء الله بكره لما نيجي نتكلم برضه عن الناس معاش بس حلبان، اللي هو الايه؟ البريزنت فاليو اوف ماني او الفيوتشر فاليو اوف ماني، يعني الفلوس اللي انا هقبضها كمان مثلا ثلاث سنين او سنتين خلال دوره المشروع، الفاليو بتاعتها النهارده ايه؟ يعني بدرس اسعار بس حاجتي النهارده. في حاجه كويسه قوي في القانون المصري دلوقتي الحقيقه اللي هو ان انت كل ثلاث شهور، ده من حق بالقانون دلوقتي، القانون انت كل ثلاث شهور بتراجع المرتبطه باسعار البترول، حاجه زي كده، السولر او حاجه زي كده، انت كل ثلاث شهور بتقعد بتعيد حسابات مع الكلاينت بتاعك او مع الطرف الاول اللي هو عامل العقد. فدي حاجه كويسه في القانون المصري، دي حاجه يعني ايه، معموش من زمان قوي، موجوده يعني. لو بالدولار بقى، البرايس ميجرمنت بالدولار، فدي مرتبطه بالدولار بقى، طالع نازل وهكذا. بس طبعا بيبقى الناس، في ناس كتير بتحب ان هي يعني لها مثلا بتشاف بالاستيراد بتستورد حاجات دي، بتحب ان هي تبقى بالدولار، فدي بقى ايه الانفليشن بتاعها. ما يعني مش يعني مش لها دراستها بقى يعني خاصه بيها يعني. البيمنت كونديشن بقى، الكاش فلو، الكاش فلو بتاعي ده هام جدا جدا. يعني انا دلوقتي كواحد كمقاول مثلا، هل انا العميل بيقبضني فعلا كل شهر بشهر؟ يعني انا المستقر الاولاني بتاعي هاخده ماكسيموم بعد شهرين من البدء، لان انا بشتغل شهر وبعمل مستخلص، المفروض المستخلص ما يخش اكتر من شهر. يبقى لما اجي اعمل كاش فلو، الكاش اوت بتاعي هفضل شهرين اصرف لغايه ما اقبض او المستخلص. وعلى فكره دي احسن الحالات، يعني في ناس بتاخر وبتربط بقى، يعني للاسف في حاجات كتير جدا في السوق دلوقتي يقول لك انا يعني انا مستخلصاتي هديها لك بعد مثلا ايه ما تخلص السقف مثلا الدور الارضي، يعني على اساس ان دي ايه، للاسف في حاجات كده عامه كده بدات تبقى مش حلوه بقى لنا مده، نظرا للكراز الموجوده وبين نظرا ان في حاجات عدم ثقه كتير، يقول لك انا ما اضمنش المقاول انه هيكمل معايا ولا لا، فانا ابقى انا ماسكه. طبعا ده كلام لا اخلاقي وكلام مش كويس، وطبعا بيخلي المقاولين برضه يعلوا اسعارهم وما يبقوش يعني يعني ما حدش هيغلب يعني يعني. فده اللي بنقول عليه، اللي هي البيمنت كونديشن ده مهم جدا، الكاش فلو مهم جدا. وطبعا الكاش فلو كمان ليه بقى؟ لان انا الكاش فلو ده هو اللي بيحدد لي راس المال اللي انا عايزه، يعني بيبقى عندي الكاش ان كاش اوت، هنتكلم عليها برضه ان شاء الله في لقاء من اللقاءات. انت بتقعد مثلا شهرين ماشي كده افقي، ما بتصرفش، بتصرف فمش جاي لك فلوس، بيبتدي يطلع عندك كده سوري خلاص. يعني الكاش فلو بقعد شهرين ما بصرفش، يبقى انا عندي الشهرين الاولين دول بياخدوا فلوس مني، غير ان انا اصلا دافع ضمان. فده ايه؟ ده الكاش اوت بتاعي من الاول خالص بيبقى ايه؟ كبير. بيبتدي كاش ان بعد مثلا شهرين يطلع خط تاني. خلاص؟ فايه الفرق ما بينهم بقى، اللي هي اقصى فرق ما بين الكاش ان والكاش اوت، هو ده راس المال اللي انا محتاج له عشان اشغل مشروعي. فدي دراسه جميله قوي، سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه خالص يعني. ان الكاش ان والكاش اوت بتيجي من ايه؟ من البرنامج الزمني بتاعي، وموضوع سهل وجميل. البونص والبنالتي، البونص اللي هي المكافئات والغرامات، يعني هل صاحب الاونر ده بيعمل، هل هو مثلا لما بيلاقي المقاول كويس ومعاه، وهل ممكن يحط في العقد بتاعه ان لو مثلا لو البرفورمانس بتاعته، لو خلصت مثلا الوقت المشروع، مثلا انا عندي مشروع ومدته سنه ممكن يخلصوه لي في 8 شهور،
هل ممكن اديله بونص؟ هل مثلا لو هو اتاخر مثلا، دي بتبقى في العقود الكلام ده، من ضمن الاتجاه يعني، يقول لك انا بقى اسعار رقبته طبعا غالبيه العقود 1% مش شهريا يعني حاجه كده، بحد اقصى 5%، او اللي هي شروط العقد يعني البونص والبنالتي. الفيوتشر بروجكتس، هل العميل ده عنده مشاريع مستقبليه؟ يعني في ناس بتعمل مدينه كامله، في عميل عنده شغل كويس، يعني ممكن الواحد يدخل ياخد عماره يحط سعر وحش جدا فيها ويعمل وما يطلعش منها باي مكسب، يعني يا دوب بيقول لك مغطيه نفسها اذا غطت نفسها. ليه بقى؟ عشان يحط رجله في الايه؟ في مشروع في كتير جدا بعد كده، في ترتيب لغه الحاجه، لان عارف ان وراها شغل بمئات الملايين بعد كده. الملك نفسه ان انا اكسب ثقته، لان كل ملك طبعا اللي هم اللي بيعمل البيج بزنس، يعني اللي بيعمل مدن جديده، اللي بيعمل مشروعات كبيره، بيبقى عنده حرص جدا، هو بيدخل مقاولين، يعني اصلا بيبقى المشروعات كتير بيبقى محتاج مقاولين كتير، فبيدخل مثلا على حاجات صغيره الاول لغايه ما ايه، يشوف مستواه ويشوف ثقته ويشوف قدراته الاداريه. هنتكلم برضه بعد كده برضه على ايه، ازاي طيب شركه المقاولات، يعني المقاولات ما بقتش زي زمان. زمان كان المقاول باسمه مقاول شنطه او مقاول عربيه، ما كانش يعني، كان انا معايا عربيتي ورقي كله في الشنطه، كل يعني اديتي في الشنطه بتاعتي، ويعني ايه، والمكتب هو مفتوح كده لايه، الاستقبالات اللي هي يعني ايه كده، وممكن تبقى يعني السيستم اختلف تماما. فلازم المقاولين يستوعبوا هذا الكلام، ان النهارده ما بقاش حد اسمه مقاول، يعني اللي بدا مقاول كويس على راسنا، والراجل الحقيقه يعني عمل خير ان هو بدا، بس لازم سنتين ثلاثه انا رايي من الاول خالص يعمل شركه، يعني يبقى عنده نظام شركه وعنده هيكل تنظيمي وعنده بروسيجرز وعنده كلام من اخره. بيبدو كلام ان هو بيصرف رغم ما بيصرفش كتير ولا حاجه، جنب الخسائر اللي بتحصل له هو صمم ان هو يبقى ايه، يعني يبقى يشتغل مقاول. وبيبقى في عيب تاني خطير جدا، اللي هو لما بيشتغل مقاول وما عندوش نظام اصلا اداري وما عندوش يعني هيكل تنظيمي واضح، عشان يغير بعد كده من مقاول للشركه تبقى بصعوبه شديده، والناس اعتادت بقى ان هو صاحب القرار في كل حاجه، وهو اعتاد انه صاحب القرار في كل حاجه. لو عايزين يجيبوا حتى مثلا كوبايات، كراسي، اي حاجه مثلا للمشروع لازم هو يعرفه ولازم يعملها، وساعات ينزل يشتريها بنفسه حتى، يعني الكالتشر نفسه بتاعته. انما اللي بيبقى صاحي، وده عن خبره وعن تجربه برضه في حياتنا، عملنا شركات كتير لاصدقائنا والناس كتير، اللي بدا وعملنا له نظام صح من الاول خالص، وعملنا له اوديت شارت، وعملنا له كواليتي سيستم، وعملنا له ايزو، وعملنا له الكلام ده كله الى اخره، حقيقه بقى لهم 30 سنه و40 سنه و50 سنه وماشيين زي الفل زي الفل. ما يعني ايه، السوق يطلع ينزل وهم موجودين، نظامهم موجود يعني، وسمعه زي الفل. انما اللي بيصمم بقى انه يفضل اسمه مقاول، مع احترامي طبعا، هو طبعا كل واحد حر في فكره من اول لاخره، يا اما بي 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 يعني بتيجي هزه كبيره بيقع، يا اما النظام الاداري بتاعه مرتبط بيه هو شخصيا او بثلاثه اربعه وبس فيهم شخصيا، وغياب اي حد فيهم بيهز الدنيا وبيبوظ النظام ويوقع الشركه يعني. طيب احنا طولنا شويه في الحته دي، بس هي حته مهمه، هذا الاونر هيستوري برضه، تاريخ المالك ده مهم جدا زي ما قلنا. يعني المالك ده هل هو بيدفع فلوس في وقتها؟ هل هو بيتعامل كويس مع المقاولين مثلا ومع الاستشاريين وكلام من اخره؟ هل هو يعني علاقاته وين وين سيتويشن، يعني باصص لاي حد بيشتغل معاه سواء استشاري سواء مقاول، ان هو الوين وين سيتويشن اللي هي المفروض يقوم عليها اي بزنس، يعني انا كسبان وانت كسبان، ولا مصمم ان هو يبقى هو الكسبان والتاني بقى يعني ايه يخسر بقى يقلل مكسبه بهذا الكلام. لما بتبقى العلاقه وين وين سيتويشن، بيبقى يعني المالك او الطرف الاول يعني امين وراجل بيشتغل بيرضي الله وبيكسب المقاولين بتوعه وبيكسب الباطن بتوعه وبيكسب السبلايرز بتوعه، هتبقى سمعته كويسه جدا، واللي هينزل يحط اسعار عنده
مش هيبالغ ولا هيغالي ولا هيحط في ضمن الريسك اناليسيس ان هو ممكن ما يقبضش فلوسه او فلوسه تتاخر او او الى اخره. فالاونر هيستوري مهمه جدا جدا جدا، ومن ضمن الحاجات اللي هي ايه يعني بتعلي السعر او بتقلله او حتى بتخلي عيون يروحوا او ما يروحوش. طيب الماركت انفورميشن دي ايه رابع عنصر اللي هو في ايه في 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 المؤثرات اللي بتاثر على ايه على تحديد الربح بتاع المشروع. طيب الكومبيتيشن ليفل في السوق، هل في السوق انا مثلا انا حجمي كمقاول مثلا بشتغل في مشروعات مثلا 20 مليون، هتلاقي مثلا لو مثلا فئه رابعه مثلا فئه خامسه الحاجات اللي هي ايه تبقى دي الاتحاد الاولين يعني، هتلاقي مواليد كتير جدا. كل ما هتطلع هتلاقي مثلا فئه ثالثه ثانيه اولى، كل ما بتطلع لفوق في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في التقييم هتلاقي ان عدد المنافسات اقل. يعني مش اي حاجه تدخل مثلا مشروع مثلا ب ب ب ب ب ب يعني ال 100 مليون مثلا لو مقاولين في نسبه في يعني في نسبه في كتير قوي ممكن يدخل مثلا في 5 6 مليون 10 مليون. اما تخش في 20 هتبقى النسبه ايه؟ يعني كم المقاولين بيقل. الكومبيتيشن يعني عدد اللي بيتنافسوا في اخذ المشروعات بيقل. لغايه ما تروح بقى للمليارات فوق هتلاقيهم كلهم مثلا ايه 7 8 شركات على مستوى مصر. اللي هي الكومبيتيشن ليفل بيبقى ما بيبقاش عادي. فدي ايه دي اول حاجه في ايه في تحديد الايه الربح يعني. خلاص؟ طب الريليشن شيبس للعلاقات بقى. العلاقات يعني انا علاقاتي ايه بقى بالمالك، علاقاتي بالاستشاريين، علاقاتي بالسوق نفسه. يعني انا فاهم السوق. وعلى فكره برضه لما اتكلمنا قبل كده المنافس بتاعك ده مش عدوك، ده انت الشطاره لو المنافسين يكسبوا بعض. يعني احيانا المنافسين بيبقوا بيوصلوا لدرجه ان هم ممكن بيتفقوا مع بعض وهم بيبقوا مؤثرين جدا في السوق. يعني ودي حاجه يعني ايه هي مش حلوه، لكن يعني المنافسه هنتكلم لو المنافسه غير شريفه ده موضوع تاني، انما المنافسه الشريفه انا ممكن انا ببقى في منطقه معينه ولا حاجه وليا وانا مقاول وليا صديق تاني مقاول تاني وحتى انا صديق تالت ممكن نتبادل يعني انا مثلا عندي مثلا خشب زياده في ودي قدام عيني حصلت او بتحصل، مقاول تاني صديق جنبنا هو منافس ليا المفروض انما مثلا احتاج مثلا خشب زياده وما عنديش خشب كافي لان هو شد مثلا سقف كبير وطلب مني بديهوله، دي منافسه شريفه. هيجي في يوم من الايام انا احتاج مثلا حاجه منه باخد، يعني دي يعني المنافسه دي المنافسه الشريفه ان انا يعني ايه مش بقى اقطع هدومه بقى واسوق سمعته لا لا، المنافسه الشريفه دي اجمل حاجه في السوق. طبعا ما حدش يعتقد ان ده كلام نظري، خلي بالنا يعني انا اصل احنا اطفال واعتقد لغايه دلوقتي الخير في امتى يوم القيامه، يعني الخير موجود ان تلاقي تدخل واحد بقال مثلا الصبح ولا حاجه يقول لك بص البقال اللي جنبي ده ما حدش دخله النهارده اشتري من عنده مثلا، او البقال اللي بقى جاري مثلا او اللي هنا، او مثلا واحد بتاع خضار مثلا لما بتاع الراجل اللي قدامي ده انا ايه شايفه ما باعش حاجه النهارده اروح له. طبعا الكلام ده بيبدو لناس كتير خيالي او حاصل، لا حاصل بيحصل الناس اللي هي يعني ايه دي اللي هي المنافسه الشريفه يعني، وربنا بيبارك في اي حاجه ما تبقى المنافسه الشريفه. الكومبيتيشن ليفل، الريليشن شيبس، الانفايرمنت كونديشن اللي هي بقى ايه ظروف الانفايرمنت اللي هي البيئه نفسها اللي بتشتغل عليها. بيئه مثلا في درجات حراره عاليه قوي مثلا بتلاقي الدنيا بتختلف، بتلاقي الانتاجيه بتقل، بتلاقي لازم تشتغل في وقت معين زي ما مثلا ما كنا في الخليج مثلا او في حتت الحراره بتاعتها عاليه نصلي الفجر ونطلع على الشغل بعدين مثلا الساعه 10 ولا حاجه نوقف وبعدين نبدا تاني بعد العصر. فالانفايرمنت كونديشن ده مهم جدا يعني الحتت اللي فيها بروده جامده او فيها ثلوج زي مثلا القطب الشمالي مثلا
في شغل وفيه والى اخره. طبعا الاير كونديشن دي بتبقى يعني ايه، بتفرق برضه في ايه، في تحديد الكوست، يعني تحديد الافكتنج البروفيت مارجن، نسبه الربح يعني بتاعتي. طيب الليميتيشنز اند كونسترينتس اللي هي ايه، القيود والعقبات. الليميتيشن اللي هي القيود، والكونسترينتس اللي هي العقبات. يعني ايه القيود في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ هل السوق برضه يعني احنا زمان وستيل برضه لغايه دلوقتي موجود، كان ممكن مثلا احنا بنتكلم على السبعينات او حاجه، كان بالتليفون. يعني انا خدت مشروع بالتليفون، يا بتاع الزلط ابعت لي كذا، يا بتاع الاسمنت ابعت لي كذا، بتاع الرمل ابعت لي كذا، يا بتاع الحديد ابعت لي كذا. والاسعار معروفه، الاسعار تقريبا كانت لسه في ايه واضحه. ويبقى انت ايه، وزي ما بنقول برضه نخلي بالنا ان الكونستراكشن لا يعتمد، يعني قوه المقاول لا تعتمد على راس ماله او فلوسه اللي عنده، لا تعتمد على قوه المقاولين الباطن بتوعه وقوه السبلايرز بتوعه. يعني انا عندي سبلايرز مثلا ممكن يدوني على شهرين على 3 شهور، يعني سبلايرز اقوياء يقدر يصبر معايا، يعني يقدر يديني حاجات بالتقسيط. انا مش بتكلم على الربا ولا بتكلم على زياده السعر ولا حاجه، يعني هو يعني في السوق احنا بيبقى يعني ايه دوره الفلوس، يعني فهو يقدر يشيلني في هذا الكلام. عندي مثلا سب كونتراكتورز، مثلا مقاولين نجاره، مقاولين حداده، مقاولين الكتروميكانيكال. فكل مكان المقاول عنده يعني اداره، وزي ما بيقولوا في المقاولات اللي هي التعريف بتاعه، او ده من اجمل التعريفات، هي اداره اموال الغير، مش اموالي انا. يعني لو ادير اموال انا كل عندي مثلا سي مثلا 10 مليون، انا عايز اشتغل مشروع 50 60 مليون، ال 10 مليون دول ما يكفوش. لو انا بشتري كل حاجه بحسبها والى اخره مش هتكفي، فكشف لهم مش هتنفع. فاللي بيحصل ايه؟ لو انا معايا موردين اقوياء ويقدروا يصدوا معايا، هلاقي نفسي باخد بضاعه مثلا ب 3 4 مليون، مش هدفع ثمنها مثلا الا بعد ما اخد المستقصدات بتاعتي. لو انا عندي مقاول باطن قوي برضه ويقدر يصبر على مثلا شهر شهرين، يبقى انا هاخد برضه ايه، ادي مبلغ ثاني من الايه، من الصرف. عشان كده ايه، واقرب تعريف برضه باللغه الفرنسيه بيقول ايه، سوت ريتون. يعني ده واحد بياخد شغلانه سوت ريتون، يعني بيترت الناس سوهم، يعني اندر هيم، يعني فيعني ان هو ايه، ان هو بقى انا مقاول باخد شغلانه مثلا مثلا ب 10 مليون، بقسمها على مثلا مقاول خرسانه مثلا ب 3 مليون، مقاول الكتروميكانيكال مثلا ب 2 مليون مثلا، مقاول بياض مثلا بكذا. بقى شوتر طبعا انا بقسم المشروع بتاعي على مقاولين، واكل في المستخلصات بقى اكل يعني باخد انا اللي هو السوت ريتون. بدخل حاطين اسعار نكسب فيها كلنا، احنا كلنا بصرف المستخلص، باخد المستخلص بمنتهى الامانه وبمنتهى النظافه، كل واحد بياخد حقاته على غير مالي، ما يتاخرش لحد اي حاجه طبقا للتعاقد بتاعه. اللي بيعمل غير كده صدقوني بيخسر كتير قوي. قد يظهر ان هو يعني بيكسب كتير او ياخد، لكن ده بتبقى ايه، حاجات وهميه وخطيره، لان اللي بيخسر سمعته في السوق لا بيعرف يشتري ولا بيعرف يشغل مقاول باطن ولا بيعرف حتى الناس بتوعه، حتى لما يتاخر عليهم في سالاريز في اي حاجه بايه، الناس ما بتبقاش، يعني احنا كلنا بشر، يعني ما بت... انا بتكلم على 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 كلام عملي في واقع الامر، يعني كل واحد عنده احتياجاته، هيمشي يفكر، هيمشي يعمل، ما قبضش مثلا شهر ولا شهرين ورا بعض، مضطر يشتغل، مش هسيب شغله ويمشي البلد، ما فيلاقي ايه ان الانتاجيه بتاعته ما بقتش كويسه، ما بقتش فايه ده الماركت. طيب هنا كنا بنتكلم، كنا بنقول على ايه؟ على الكوست استيميشن بقى اناليسيس، كنا بنتكلم عليه التعريفات كنا بنقول عليها من شويه. ده ملخص في صفحه كده بسيطه جدا عن
الدنيا هنا، ذا كوست استيميشن والاناليسيس. الدايركت كوست عباره عن ايه؟ هنحط النسب بتاعته او فاليو، هنقول دي 30,000 20,000، خلينا بالالف او باليونت يعني. الماتيريال هقول هي مثلا ايه؟ دايركت كوست، دايركت كوست بقى اللي هو يعني المان باور 40، السب كونتراكتور كل دي افتراضات خلي بالنا 10 مثلا، هذه السب كونتراكتور لحاجه بحدود ايه 10 يونتس، خلينا نقول بالالف عشان يعني ده 30,000 ماتيريال مشروع بتاعته، يبقى التوتال دايركت كوست بقى كام؟ بقى 100 يونت، بقى 100,000 سي. البروجكت اوفر هيد 10% زي ما كنا بنتكلم، اللي هو احنا واخدين ان يعني ايه ان البروجكت اوفر هيد بتاعي يبقى 10%. ده بيساعدني في الايه؟ في البريك داون الاولاني او في فهم الايه؟ المشروع في اول، يعني بتكلم فيه بشكل تقريبي قبل ما ادخل بقى في الايه؟ في البريك داون بتاع السعر بقى، وابتدي اقطع واعرف ده كذا وده كذا وكذا، واخد عروض من السوق والكلام ده. طيب السيكتور، طبعا الكلام ده كله ممكن بيؤدي لنفس الكلام ده بيؤدي في النهايه، لكن انما لما اجي اعمل يعني استيميشن لكوست لازم اعمله كويس، اعمله صح، احلله مظبوط. السيكتور اوفر هيد، السيكتور اوفر هيد اللي هو ايه؟ اللي هو يعني لو انا ده مشروع مثلا من ضمن المشروعات بتاعت شركه معينه خلاص، في اداره معينه او في قطاع معين، القطاع ده له كام؟ 5%. وبعد كده الكمباني اوفر هيد كام؟ 5%. كل دي ايه؟ افتراضات رئيسيه عشان نعرف بس طبيعه الدايركت كوست والاندايركت كوست. والبروجكت اوفر هيد 10، السيكتور اوفر هيد 5، الكمباني اوفر هيد 5، يبقى التوتال كوست كام؟ 120. خلاص؟ يبقى انا دايركت واندايركت بقى كام؟ 120. طيب لما اجي هنا اهو الاقي البروفيت بتاعي هحط كام؟ 25% اللي هي كام؟ 30. يبقى البرايس بتاعي بقى كام؟ 150. يبقى البرايس اللي انا هدفعه حسبت الدايركت كوست اهو 100، الاندايركت كوست بقى وصل بقى 120، يعني الاندايركت كوست بقى 20، بقت 120. جيت هنا حطيت بروفيت ليا اللي 25% من الايه؟ من التوتال كوست، يطلع لي كام؟ 150 بقى برايس. طيب الاكسترنال ريسورس اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه اللي هي عباره عن ايه؟ 40. 40 هنا ليه؟ لان انا عندي اشتريت الماتيريال من بره وجبت سب كونتراكت منين؟ من بره، يبقى ال 40. يبقى انا ال 40 دول يعني انا ايه؟ جم من بره الشركه عندي، يعني ما هياش اكويبمنت عندي او من باور، لا دي حاجات اشتريتها. يبقى انا عندي كام؟ 40% ايه؟ اكسترنال ريسورس. هنا بقى الفاليو ادد قد ايه؟ 110. يبقى انا الفاليو ادد بتاعتي 110 من ايه؟ من ال 150 اللي هو ايه؟ البرايس اللي انا عامله يعني. فدي عشان بس ايه؟ نعرف الديفينيشن يعني بتاعت يعني ايه؟ اكسترنال ريسورس، يعني ايه فاليو ادد، يعني ايه دايركت كوست، يعني ايه دايركت كوست، يعني ايه اوفر هيد البروجكت، اوفر هيد السيكتور، اوفر هيد الكمباني. دي ببساطه شديده طريقه يعني ايه فيري سمبل وتوصل للناس، والموضوع بسيط الحقيقه وجميل، ما فيش فيه اي تعقيدات لاي حد يعني. طيب عندنا بقى شويه تعريفات كده جميله جدا دلوقتي قابلنا، حلوه الحقيقه مصطلحات بقى التكلفة cost terms and definition. cost the monetary value of a project activity or component that includes the monetary worth of the resources required to perform and complete the activity or component or to produce the component. يعني دي القيمة النقدية لنشاط، للنشاط of النشاط المشروع activity المشروع أو المكونات، بيتضمن إيه؟ القيمة النقدية تتضمن إيه؟
القيمة النقدية للريسورسز المطلوبة لتحقيق استكمال الاكتيفيتي او كومبوننت. الريسورس بتاعت اللي هي الثلاث انواع بقى، انا بتكلم دلوقتي على اللي هي الايه او الفور ام، الام الماني خلينا نطلعها بره شويه. يبقى دي القيمه النقديه، يعني ايه كوست؟ القيمه النقديه للموارد بتاعتي اللي هي مان باور وماشينري وايه وماتيريال اللي مطلوبه عشان احقق واخلص الاكتيفيتي او النشاط او المنتج اللي انا عايز اعمله، اور تو برودوس ذا كومبوننت او انتاج هذا العنصر. A specific cost can be composed of a combination of cost components including direct labor cost, direct labor hours, يعني بيبقى ده الايه لما قلنا ايه مان باور. Other direct costs اللي هي لو في indirect labor hours موجوده، او other indirect costs and purchase price. يعني في ال direct labor cost والماتيريال والماشينري قلنا اللي هم دول الثلاث اساسيين للدايركت كوست، وايه غير الاندايركت كوست بقى او البيرشيز اي برايس والكلام ده كله. تمام؟ يعني تتكلم عن تكاليف الاعمال المباشره وتكاليف مباشره اخرى وتكاليف غير مباشره في ايه؟ مباشره ساعات عمل اضافيه، تكاليف اخرى غير مباشره واسعار مشتريات وهكذا. ده ايه؟ اللي كوست. طيب الكاش فلو اناليسيس اللي هي ايه؟ تحليل النفقات النقديه. ده عباره عن ديزاين تو استيميت انيوال كوست اند بنفيتس فور ا بروجكت اند ريزلتنج انيوال كاش فلو. هي الحقيقه مش انيوال قوي. يعني انا بنقول انيوال على اساس ان يعني ايه ان انا بندي سنه سنه ميزانياتنا بتبقى سنه سنه. لكن انا اي مشروع مدته ست شهور ما هيبقى من ضمن ست شهور بعمل كاش ان وكاش اوت للايه؟ للمشروع. يعني مشروع مدته سنتين بعمل كاش ان وكاش اوت للايه؟ للسنتين. انا بقى اما بعمل كاش ان كاش فلو بتاعي بتاع كشركه او كبروجرام او كبورتفوليو بيبقى مجموع الكاش اوت عندي. يعني بحيث انا برضو يعني دي مهمه جدا برضو لاي شركه او لاي بورتفوليو او لاي بروجرام. يعني انا ممكن اجي ابص الاقي نفسي اعمل ايه؟ ان انا اخدت عندي مشروعات وشغاله وبصرف عليها. طيب هيبقى انا ما اقدرش ان انا في الحاله زي كده اخد مشروعات ثانيه كتير. مفهوم يعني بمعنى ايه؟ يعني انا عندي راس مال معين او فلوس معينه او امكانيات معينه بموردين بمقاولين باطن وهكذا. وانا معايا مشروعات خلاص استنفدت كل الريسورسز اللي عندي. ما اجيش بقى ايه في نفس الوقت اجيب مشروع اشتغل فيه زياده. لا شطارتي فين؟ ان انا لما بكون درست الكاش فلو اعرف كويس قوي ان الكاش فلو هيجيني اللي جايني التوتال امتى وامتى ادخل مشروع جديد. فدي ميزه دراسه الكاش فلو. بالنسبه للبروجكت لازم اكون دارسها عشان اعرف البروجكت كبروجكت بقى. اعرف انا البروجكت ده محتاج له راس مال قد ايه. خلاص؟ يتم ذا استيميتد انيوال كوست اند بنفيتس فور ذا بروجكت اند ذا ريزلتنج انيوال كاش فلو. يبقى انيوال كاش فلو على اساس ان انا يعني ايه؟ ابقى عارف في الشركه انا عندي فلوس قد ايه؟ عندي كاش ان قد ايه جايني؟ اقدر اخد اقدر الكاش ان ده اللي جايني هستخدمه ككاش اوت، يبقى انا حجم المشروعات اللي اخدها شكلها ايه؟ دي كده شويه مصطلحات هتبقى ايه؟ مهمه جدا معانا وايه؟ يعني حتى يحصل لنا حاجات كتير جدا ومهمه جدا اعرف التيرمز دي كلها من الاول لاخرها. لان طبعا اللي عايز يطور نفسه احنا متفقين على ثلاث حاجات. قلنا ايه؟ عشان ابقى مدير مشروع صح يعني واقف يعني ايه اسم مدير مشروع حقيقي صح. ان ايه الخمس سنين الاولانيين زي ما قلنا بيتبر في المشروعات كمهندس مهندس تنفيذ بقى على مكتب فني على قدر ما يقدر ما يعرف من استطاعته. وقلنا اهم حاجه اللانجوج. فاللانجوج احنا على الحقيقه يعني ايه بقصد ان انا برضو احيانا بيبقى اصلا كده يعني اصلا الشغل كله كنا بنعمله كده من زمان يعني انها بنخلي اللانجوج بتاعت البرزنتيشن انجلش وبنترجم وبنتكلم وبننطق عشان ايه يعني اللي ما يعني ظروف ما تحتلوش ان هو يشتغل في شركات اجنبيه او اللي هو عايز يسمع الترمينولوجي ده بقى بقعد كل شويه ادور. لا يبقى احنا بندي الترمينولوجي بالانجلش بعلي شويه
الفوكابولري بتاعه بتاعت استخدامه للشغل، او هو ربنا رزقه مثلا بشركه اجنبيه او شركه تحتاج انجلش عن الاونر مثلا شركه اجنبيه او الى اخره. فبنحط هذا الكلام وبنشرح بالعربي. الحقيقه في احدى الدول العربيه قالوا لنا ايه، لا انا عايز كل المحاضرات او اللي كان في تريننج يعني كنا بنعمله هناك، كان بيد تريننج يعني عايزين نعمله ايه باللغه العربيه. فاللي حصل ان احنا من ايه بنروح مع مترجمين الكلام ده كله اول اخره وخلاص يعني. طبعا هم عايزين، بس انا لازم زي ما قلنا الانجليش بتاعنا ده نمبر 1 و I have to master the English. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اربع خمس سنين او ثلاث سنين حتى اشتغلت خبرات لازم اعرف يعني ايه اداره، بدات ابقى مدير موقع اعرف يعني ايه مدير. مش مجرد ان انا اشتغلت ثلاث سنين وبنفذ هبقى مدير موقع صح، لا. انا في مهندسين تنفيذ بيعيش ويموت مدير تنفيذ، ما مش عيب. في مدير تصميم بيعيش ويموت يعني مهندس تصميم بيعيش ويموت مهندس تصميم، ما لا يعيبه يعني. الراجل خلاص هو داخل في التكنيكال وما عندوش ساعات بقى يشغل دماغه بقى باداره ولا الكلام ده كله الاول اخر، وعايز على شغل التكنيكال بس. هو حر في نفسه، لكن الحياه نفسها لما ببتدي تكنيكال وانا ماشي بقى في حياتي درجه من درجات العلم في اداره القطاعات وفي الاداره العامه وفي الاداره الاستراتيجيه والكلام ده كله اخره. ودي اهميه الاداره يعني. الاداره دي ما هياش حاجه يعملها ما عملهاش، حياتنا كلها لازم نتعلم الاداره معروفة. وده الحقيقه دي النقطه الثانيه اللي لازم بعد يعني ثلاث اربع خمس سنين لازم ابتدي ان انا اتعلم ايه مانجمنت. وانا ماشي بقى النقطه الثالثه اللي هي مهمه جدا، انا دايما باكد على الموضوع ده وبقوله عشان برضو ايه تذكره، ان احنا ماشي على مشكله. النقطه الثالثه اللي هي كونتينوس امبروفمنت، هبتدي اتغرب ايه بشويه علم انا اخدته. لا هتيجي تاخد بي ام بي هتيجي تبص تلاقي طلع لك حسابك 60 مليون حاجه ثانيه، طلع لك اللين كونستراكشن مانجمنت، طلع لك الاجايل، طلع لك السكرام ترانين، حاجات يعني كل يوم بتعمل انت مثلا بقيت كواليتي مانجر. لو جيت وقفت بقى عند الايزو بعد الايزو طالع توتا كواليتي ماجد، اعتقد اتكلمنا الكلام وطلع بعديه 6 سيجما وطلع بعد كده اللين 6 سيجما. فاللي بيقف عند نقطه معينه ما بيقفش، ده بيتاخر بيرجع لورا. فالنقطه الثالثه اللي اتكلمنا عليها ان الواحد ايه لا يتغر لا بعلمه ولا بماله ولا بمركزه ولا بثقافته ولا يتغر باي حاجه، ويظل لغايه اخر يوم في حياته بيبص وبيتعلم وبيطور نفسه في كل المجالات. طيب cost budgeting allocating the overall cost estimate to individual work items to establish a baseline for measuring performance. البادجيتنج اللي هي ايه؟ اللي هي البادجت اللي هي اللي هو المستهدف، البادجت اللي هو ايوه المستهدف كان نقول لا يعني احنا بنعمل بادجت لحاجه معينه يعني انا عايز مثلا السعر بتاعي يبقى كذا او البادجت بتاعي allocating the overall cost، ان انا السعر الاجمالي بايه بخصص التكاليف على individual work items baseline for measuring performance. يعني مثلا انا بعمل خرسانه مسلحه مثلا، خرسانه مسلحه بتتكون من ايه؟ بتتكون من بلاش اقول رمل وزلط وكلام زي زمان، هقول ايه خرسانه جاهزه. تتكون من ايه؟ حديد. تتكون من ايه؟ نجاره. تتكون من ايه؟ من حداده.
تكون من ايه؟ من صب، تكون من ايه؟ في الاخر اللي هو رش الميه وكان كله الكيوين. فكل ده له كوست معين. فبقى الاوفرول كوست، الكوست اسمت اللي انا عامله بيبقى ايه؟ جاي من ايه؟ من البريك داون ده. فبيبقى عندي البيز لاين ده بميجر البرفورمس. يعني وانا ماشي ده بيتحط بقى في الكوست كنترول في الاخر، هيبان عندنا ان كل واحده من دي لها كوست وانا بعمله. يعني المفروض ان انا ايه؟ بعمل البادجيتنج وانا بحسب السعر في الاول وبخليه معايا بقى وانا بشتغل. هي الخرسانه انا كنت حاطط مثلا المتر الخرسانه المسلح مثلا المتر 900 جنيه مثلا سي، وانا بشتغل قدرت ان انا اتشطر وكده واخليه جبته ب 800، يبقى دي يعني وفرت. لقيت السوق بقى وحش وبقت المتر بقى 950 جنيه، يبقى انا ايه سعر ايه زاد عندي. ابتدي ابص العماله، بس ما اظلمش حد، يعني مش بظلم العماله، يعني سعرها الحقيقي مثلا كذا، اقص عليه بقى استغل حاجته او استغل مش موجود. لا يعني قصدي ان يعني ايه الكوست بادجيتنج، ان انا باخد البريك داون بتاع اي ايتم وكذلك اي ايتم بقى في الدنيا اعمله بقى واضح قدامي. وما باجي اعمل الكوست كنترول بقى ايه؟ بقارن سعر الخرسانه اللي هو الحالي اللي انا فزت بيه مع ايه؟ مع السعر اللي هو البادجيتد، سعر الحديد اللي انا بشتغل بيه مع السعر اللي هو كان بادجيتد وهكذا. الكوست كنترول ده الكوست بادجيتنج بيتعمل في الاول خالص. وعلى فكره الكوست كنترول ده الكوست بادجيتنج ده مش هو السعر اللي انا اقدمه، او مش هو حتى في البريك داون بتاع السعر. الكوست بادجيتنج ده عاده، لان شفت الكلام ده في خلال حياتي مثلا مرتين ثلاثه مش اكتر، شركه المقاولات بعد ما بتدرس المشروع وبيرسى عليها بتعمل الكوست بادجيتنج. بمعنى ايه؟ انا مثلا لما باجي ادرس الـ 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 بعمل الكوستنج الاول للمشروع بعمل ايه؟ بشوف مثلا اسعار السوق ايه؟ عشان بعمل بريك داون، محتاج الخرسانه بكذا والخشب بكذا والحديد بكذا والعماله بكذا وده كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص؟ طب انا خلاص المشروع لسه عليا. انا وانا بعمل الاستيميشن في الاول خالص، خلاص يعني دلوقتي بدانا ايه؟ احنا هنشتغل بقى. يعني انا هنزل مثلا هشتري خشب. وانا بعمل استيميشن الخشب بس بتبقى فتره بالفتره الاولانيه يعني. او فترات قريبه يعني لما بيرسي عليها. انا كنت اعمله بادجت مثلا متر خشب مثلا ب 1500 جنيه. طب انا خلصت هروح للتاجر اللي هو اللي انا نزل اللي انا اخدت كذا سعر من كذا واحد، خلاص ان هو السعر الخشب انت عارف في مثلا الفلاحي اللي كان يقول ايه وقت الكاش الغالي يبقى ببلاش، اللي هي اللي انا كنت عامل البريك داون بتاعه اللي هو 1500، لا خلاص بقى مثلا ب 1400 بقى 1300. يبقى انا ايه؟ بعمل البادجت بتاعي عشان ايه 1800. الخرسانه كنت عامل حسابي ان انا مثلا 900، انا بشتغل دلوقتي هعمل التعاقدات بتاعتي مع شركات الخرسانه اللي انا بتفق معاها، طبعا ده بالرضا يعني انا يعني مش 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 باجي واعمل حاجه البادجيتنج. البادجيتنج ده اللي انا باخده بعمل عليه ايه بقى؟ الكوست كنترول بتاعي. مش بعمل الكوست كنترول على برايس. في طريقه سريعه جدا بالعمل الكوست كنترول، ان انا بقول والله انا عامل لنفسي مثلا السعر مثلا كنت مزود 20%، يبقى انا بنزل 20% من عندي وايه واقارن بقى ايه التوتال اللي انا صرفته، هل هو وزن بعتبر ان اللي هو الفاليو اللي هي اقل ب 20% اعتبر دي البادجيت كوست اللي انا هشتغل عليها واقارن بيها الاكشوال كوست اللي انا ماشي بيه. كوست كنترول كنترولينج تشينجز تو ذا بروجكت بادجت. وانا بشتغل بقى الكوست كنترول بعمله مثلا كل شهر ولا حاجه او كل اسبوع او تبع اللي انا اقدر اعمله. بقارن بقى ان انا يعني ايه البند الفلاني انا كان المفروض اصرف عليه مثلا 100,000 انا صرفت عليه كام؟ بيخش في حاجات ثانيه بقى اللي هي الاورنت فاليو، بيخش حاجات تجيده وهنتكلم عليها برضه، دي هتبقى يعني برزنتيشن لوحده مش النهارده. الكوست استيميشن ديفلوبينج ان ابروكسيميشن اور اسيد اوف ذا كوست اوف ذا ريسورسز نيدد تو كومبليت ذا بروجكت. الكوست استيميتنج اللي هو الاولاني خالص. خلاص؟ اللي هي ايه؟
قيمة تقريبية وتقديرية للتكاليف عواصم الإنتاج المطلوبة للإنهاء المشروع. طيب كوست ادمنشن دايركت كوست ار كوست ذات كان بي دايركتلي ريليتد تو برودوسينج ذا برودكتس اند سيرفيسز تو ذا اوف ذا بروجكت اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي السعر ده دايركت كوست سعر الريسورسز اللي هي الماتيريال والمان باور والماشينري اللي تنتج لي هذا هذا العنصر مش كذا عناصر هذا العنصر بالذات indirect costs are costs that are not directly related to the products or services of the project but are indirectly related to performing the project هي اي مصاريف بقى مهمه ان انا اعمل performing في البروجكت دي ايه indirect cost life cycle costing بقى هنا consider the total cost of ownership for development plus support cost or the project دي اللايف سايكل ايه كوست اللي دور حتى التكاليف تاخذ الاعتبار التكاليف الاجماليه الملكيه الملكيه اللي دي لها تكاليف في صيانه في 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 حاجات كثيره جدا في ايه في اللايف سايكل او للتنميه او الديفلوبمنت بلس سبورت كوست بالاضافه لايه للتكاليف اللي بتدعم هذا المشروع يعني في اللايف سايكل بتاع المشروع احنا بعد المشروع ما بنخلصه بيتحول لايه؟ ل فاسيلتي مثلا او طيب كمصنع او بتتكلم تحول كفندق او كمستشفى او او الى اخره. دي اللايف سايكل بقى لغايه بقى طول العمر اللايف سايكل بتاع المشروع. طيب البروفيتس بقى اللي هي ايه البروفيتس؟ ار ريفينيوز ماينس اكسبنسز. كل اللي داخل لي الريفينيوز اللي هي الايرادات ناقص المصروفات ده البروفيت بتاعي كل اللي انا صرفته دايركت اندايركت بشيلها من الايرادات يبقى ده البروفيت بتاعي الكوست مانجمنت بلان از ا دوكيمنت ذات ديسكرايبس هاو ذا اورجانيزيشن ويل مانج كوست فاريانسز اوف ذا بروجكت هنا بقى ايه البلاننج يبقى ايه البلاننج بقى خطه اداره التكلفه دي عباره عن ايه وثيقه بتصف كيفيه تنظيم وإدارة فروق التكلفة على المشروع. أنا هدير التكلفة على المشروع إزاي؟ ده اللي هو إيه؟ بلان الكوست مانجمنت بلان. الكوست بادجيتنج اللي كنا بنتكلم عليه من دلوقتي وقلنا إن إحنا أنا شفتها مثلا مرتين ثلاثة في شركات وكانت في الخليج الحقيقة. إنما هنا يعني أقصى حاجة طبعا أكيد في ناس هنا طب في شركات محترمة كتير بتعمل هذا الكلام. لكن أنا بتكلم على اللي أنا يعني شفته وعشرته وعملته بإيدي يعني. الغالبيه بيبقى واخد اللي هو البرسنت اللي هو بيقول عليه اللي هو احنا اضفناه ويقول لك ده انا بقى يعني انا عاده مثلا عندي 20% دي اللي هي البروفيت بتاعي بخلي البادجت بتاعي مثلا لو انا 100 بقى بشتغل على 80 وانا بقى بعمل البريك داون بتاع الايتم وانا ماشي بعمل كوست اقارن بقى في البريك داون كل واحده من الايتم بتاع البريك داون دي كلفت كام واقدر اعالج ازاي الكلام ده مع الايه مع الكوست بادجت يعني يبقى الوكيتنج ذا بروجكت كوست استيميت انديفيدوال ورك اسيتس اوفر تايم يبقى انا بحط الكوست استيميت متقسم على كل ايه ايتم في الموضوع الاكشوال كوست ذا توتال كوست اكشوال انكورد اند ريكوردد ان اكومبليشينج ورك بيرفورمد ديورينج ا جيفن تايم بيريود فور سكيدول اكتيفيتي اور ورك بريك داون ستراكشر كومبوننت اكشوال كوست can sometimes be direct labor hours alone, direct cost alone, or all costs including direct. الاكشوال كوست اللي هي ايه؟ اللي هي القوه الكوست التكلفه الحقيقيه اللي هي مجموع التكاليف ايه المتكبده في الواقع الاكشوال وسجلت انجاز العمل المنجز خلال فتره زمنيه معينه. المفروض ان انا بعمل الكوست كنترول بتاعي في بيريود معين يعني تبقى يعني انا رايي الشخصي ان لازم كل اسبوع يبان هذا الكلام ما استناش طبعا بيبقى يعني ايه كل اسبوع كل شهر لازم يبقى واضح جدا 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 والايتمز موجوده وعندي امثله كتير قوي من مشروعات كتير معموله قبل كده وناس محترفين اللي عملوه معانا الحقيقه ويعني فايه فدي الاكشوال كوست اللي هي
total cost actor incurred and recorded encompassing work performed during a given time. يعني الوقت معين كل اسبوع كل شهر كل كوارتر بقى زي ما نشوف يعني الاكشوال كوست كان سبلاي دايركت ليبر كوست الون او دايركت كوست الون يعني دايركت ليبر اول الون وهي فعلا بتبقى كده يعني انا بقيس يعني ببقى بعمل البريك داون بتاعي بيبقى الثلاث حاجات المان باور الماتيريال الماشينري هي كل ايتم فيه هذا الكلام فالمان باور انا كنت حاطط مثلا مصنعيه حاصل مثلا على الايتم ده 10000 جنيه صرفت لغايه اللحظه دي وبيقوم عليه بقى الكلام ده كله من الايرنز فاليو وهتبان لنا ان شاء الله في البرزنتيشن الجايه وهتبان لنا بعد كده في الكلام الجاي دايركت كوست الون اور اول كوست انكلودنج اندايركت كوست تمام طيب بوتوم اب استيميتنج تكنيكس بشمهندس محمود معانا الكوست تيرمز اند ديفينيشن بقى في ايه حاجه اسمها ايه بوتوم اب دلوقتي في السلايد نمره 24 مش كده صح كده 24 صح تمام صح صح طيب سكت كوست ديفينيشن تيرمز اند ديفينيشن بوتوم اب استيميتنج تكنيك ده طريقه التقدير يعني اسمها ايه من اسفل الى اعلى يعني هو لازم اي حاجه تقدير يبقى كده ان انا بعمل تحليل لكل العناصر زي ما قلنا لكل الريسورسز وايه بفضل اطلع لغايه ما اوصل للايه يعني من بوتوم لاب a method of estimating a component of work the work is decomposed into more details ده اسمه ايه decomposition او ايه او break down انت فاكرين work break down structure يعني يسمى بوك داون يعني دي ديكومبوز ديكومبوز يعني ايه كومبوز يعني تركب حاجات في بعض ديكومبوز يعني تفك الحاجات من بعض تمام An estimate is prepared of what is needed to meet the requirements of each of the lower more detailed pieces of work. التقدير عبارة عن إيه؟ المطلوب اللي هو مجموعة المطالب اللي هي تخليني أحقق إيه؟ الشروط بتاعت كل جزء يعني زي فاكرين الورك داون ستراكشر بيبقى جزء وبعدين بينزل على اثنين ثلاثه اربعه وهكذا لغايه بتوصل ليه لليونتس اللي تحت اللي هي بتدخل كاكتيفيتيز او كورك باكج في اي برنامج زمني. More detailed pieces of work and these estimates are then aggregated into total quantity for the component of work. بترجع تاني بعد ما بقطع بعمل decomposition لكل item زي ما بنقول مثلا خرسانه ميه نجاره حداده صب عماله كل واحده من دول بعمل ديكومبوزيشن بحطها مع بعضها انا بقول الحاجات اللي هي ايه الدارجه اللي احنا نعرف منها الموضوع انا خدت الكلام ده كله كل واحده من دولت درستها لوحدها عرفت الكوست بتاعها ايه اخذت مني ماتيريال قد ايه مبار قد ايه ماشينري قد ايه وبعدين بعد ما اعملهم اروح مجمعهم بقى وطالع لفوق لغايه ما اوصل للايه الدايركت كوست فوق الدايركت كوست بقى هيتاخد بقى من الشركه ومن الكوست المصاريف بتاعت الموقع خلاص the accuracy of bottom up estimating is driven by the size and complexity of work identified at the lower level يعني انا وصلت بتبقى الدقه بتوصل لغايه فين يعني شيء يعني احنا قلنا زمان كنا بنعمل ايه ما كناش بنشتري خرسانه جاهزه مش زمان قوي يعني انا في السعوديه انا درستها مره واعتقد انا اتكلمت شرحت الكلام ده في تجهيز الموقع لما قلت ان انا عملت دراسه ولقيت ان الخرسانه عماله في الموقع ارخص لي واحسن لي وكل حاجه واسرع لي من عملت مره وعملنا فعلا محطه خط خرسانه جوه الموقع فالدقه بتعتمد على حجم والتركيب اللي هي بتاعت يعني ايه اعداد تقدير كل ما هو ضروري تقريبا ضربات كل من القطع الاقل مكونات اكثر تفصيلا عن العمل من العمل ومن ثم يتم تجميع التقديرات دي للكميه الاجماليه للعنصر وتتوقف بغزيره الرقم الاسفل على حجم ايه؟ حجم وتعقيد العمل المحدد في المستويات الاقل كل واحد له مستوى عمل بقدر ما انا بكبر البريك داون بتاعي يعني احنا خرسانه زي ما بنقول كنا بنعملها ايه؟
زلط، رمل، اسمنت، ميه. ما كنت اعمل السعر زمان اسبوع مثلا، انا هجيب الخرسانه العاديه ب 700 جنيه، والخرسانه مش عارف 700 جنيه ومثلا لا كنت بقول الزلط كذا، بجيب 8 من 10 زلط سعره كذا، 4 من 10 رمل سعره كذا، ميه سعرها كذا، العماله شكلها كذا، الماشينري شكله كذا. يبقى كانت البريك داون كانت يعني اكبر من دلوقتي. انا دلوقتي باخد خرسانه، فدقه التقدير تعتمد على ايه؟ على على حجم والكومبلكسيتي اللي هي التركيبه بتاعت التعقيد، يعني حرب تعقيد العمل المحدد لان انا انهي الايتم اللي انا بشتغل عليه. Then smaller work scopes increase the accuracy of the estimates. السمول work scopes يعني الايت السكوب اللي بيبقى صغير، كل ما كان صغير ايه بتزود الدقه بتاعته. زي اللي زي ما باجي اعمل تاجير مثلا ايه لاي مشروع خلاص. يعني احنا ممكن نقول ايه، والله المشروع ده كم متر مسطح؟ المشروع ده مثلا العماره 1000 متر، 1000 متر في 10 ادوار، يبقى انا عندي ايه 10000 متر مسطح. المتر مسطح بيكلفني خرسانات ومباني مثلا 3000 جنيه، يبقى 3000 في 10000، يبقى انا عندي ايه 3 مليون مثلا، او كام مليون بقى، 30 مليون مثلا. اللي انا اخدت الموضوع ايه على بالك على بعضه. لو جيت بقى اتكلمت بتدقيق اكتر اقول ايه، لا انا عندي الخرسانه مثلا في المتوسط مثلا للدور يعني مثلا 25 سم مثلا او 27 سم، الخرسانه كذا، وبعدين ده انا المباني مثلا كذا، وبعدين يبقى انا كده قطعت قطيعه ثانيه، ممكن تكون تقطيعه اقل شويه، اقول والله الخرسانه دي لو احنا بنشتغل مثلا مش خرسانه جاهزه، اقول مثلا انا هعمل خرسانه في الموقع بكذا كذا كذا. يعني كل ما دخلت في ديتيل والبريك داون بتاعي وسع اكتر، وكل ما اليونتس بتاعتي الالمنتس ظهر لي اكتر، بقدر ان انا اعمل ايه الكاستنج بتاعي بشكل ادق خلاص. وده بيفيدني يعني اكتر يعني. طيب الكوست اوف كواليتي اللي هي ايه؟ الكوست اوف كواليتي دي حاجه مهمه جدا. في ناس كتير قوي في حاجه اسمها كيو اي كيو سي، احنا عملنا لقاء كيو اي كيو سي. في ناس دايما ما بتعملوش، بتقول ده تكاليف. هو انا هقعد يبقى عندي كواليتي كنترول انجينير يرجع لي كواليتي اشورنس يبص لي على السيستم يبص لي على البتاع وهدفع له كل شهر كذا؟ ما يفهمش ان في حاجه اسمها الكوست اوف باد كواليتي او الكوست اوف نون كواليتي. هيبان دلوقتي يعني انا من خبراتي من فضل الله سبحانه وتعالى في خلال حياتي، دايما كان بقول من زمان قوي حاجتين في الموقع دول استثمار مش مصاريف. بيبدو ان شكلهم مصاريف واوفر هيد وزياده والى اخره، الناس اللي هي مش فاهمه المواضيع قوي او هيش مقدره قوي او ما عاشتش مشروعات كتيره. الكوست اوف باد كواليتي او الكوست اوف نون كونفورميتي بيبقى عالي جدا. سي ان انا يعني ايه سبت الموضوع تمشي اوتوماتيك وخلاص، وجيت مثلا وطلعت وعملت ايه مباني اي كلام بقى، ما وزنتهاش ما عملتهاش كلام ده من الاول. طيب جالي بيستلم، ما عنديش بقى كواليتي كنترول انجينير ولا حد بيستلم ولا حد بيراقب ولا حد بتاع. طب جه المهندس الاستشاري اللي بيستلم ولا الشغل لا مؤاخذه وحش، يقول لك هد. طيب الهد ده هيكلفني هد، هيكلفني نقل صح؟ ادي تكلفه كوست اوف باد كواليتي. هيكلفني ان انا اجيب ماتيريال تاني، ادي كوست اوف باد كواليتي. فالكوست اوف باد كواليتي او الكوست اوف الامبليكيشن بتاع الباد كواليتي بيبقى اعلى بكتير جدا جدا من التخيل ومن حسابات اي حد، وده احد اسباب الخساره. فانا وبرضه في الاتش اس اس اي وبرضه حصل الموضوع معايا واقف قبل كده، ان تدخل الموقع يا اخوانا البي بي اي بتاعتك التريبل بي اللي هي ايه؟ اللي هي البيرسونال بروتكتيف اكويبمنت بي بي اي بتاعت العقد التريبل بي يعني، فهي البي بي اي. طيب
يبقى ايه بيقول لها ايه، ما هنجيب بقى هيلمتس وسيفتي وسيفتي شوز وسيفتي هارنس وجوانتيات ونظارات، هنجيب الكلام ده كله. الكلام ده كله انا شخصيا بعتبره استثمار في الموقع، لان زي ما قلت الكلام ده قبل كده بصمم عليه وبنحاول ننشره، ان الموقع السيف معدلات الانتاج فيه بتبقى اعلى من الموقع الانسيف. ربنا يبعد عن جميع اقل حادثه بتحصل في المشروع فيه فاتاليتي او الى اخره، هنتكلم عليه ان شاء الله لما نيجي نتكلم على السيفتي. برضه نتكلم على السيفتي، بتصرف عليها وده كل انت استخسرت تدفع في الشركه. فعندنا الكوست اوف باد كواليتي، دي انا بستثمر عشان ما يحصلش معايا كوست اوف باد كواليتي، وبستثمر في السيفتي او الاتش اس اي على اساس ان انا يعني ايه ما يحصلش معايا حادثه واحده تبوظ لي الكوستنج بتاعي. وصلت الرساله؟ فالكوست اوف كواليتي تكنيكس ديتيرمينينج ذا كوست انكورد تو انشور كواليتي prevention and appraisal cost of performance include costs for quality planning, quality control. بتكلم على ايه؟ انا بصرف على quality planning وعلى quality control وعلى quality assurance to ensure compliance to requirements. This training بدرب الناس، بعمل quality control systems. ال failure cost of non-conformance اللي بنتكلم عليها دلوقتي include costs to rework the products. يعني ان انا بكسر حاجه وبعمل لها من جديد، فجيب لي اكتر من دبل الكوست اللي انت اصلا اللي انت كنت حاططها. To work with products, components or processes that are non-compliant, costs of warranty work and waste and loss of repetition. والاهم منها اللي هو في خساره ايه؟ السمعه يعني ان انا مثلا اجي على سقف اكسره او اجي مثلا على اي حاجه يعني خلاص دي بتخسر سمعه. بيقول لك المقاول ده يعني تعبان، يعني تبقى يخسر كتير قوي سمعته، والسمعه دي اغلى حاجه في الحياه كلها من اول اخرها. يعني الانسان يغلب انه سمعته بيبقى شريف ويبقى يعني بيراعي ربنا وبيتقي الله في كل اعماله. طيب يبقى الكوست اوف ايه؟ اوف كواليتي. الكوست بيرفورمانس اندكس، هنا بقى ايه؟ فيري سلايتلي كده هنتكلم على موضوع جميل قوي، ده له تفصيله ثانيه احنا هنعمل بعد كده الفاينانس مانجمنت، ده لقاء لوحده هنتكلم فيه على الايه، على الفاليو. بس دي ايه التيرمز برضه تبقى مستعدين. الكوست بيرفورمانس اندكس يعني ايه؟ A measure of cost efficiency on a project. ده مقياس للايه؟ للكوست efficiency، لكفاءه التكاليف في المشروع. يثبت الايرند فاليو، الايرند فاليو اللي هي عباره عن ايه بقى؟ البادجيتد كوست اوف ورك بيرفورمد، خلاص؟ مقارنته بالاكشوال كوست. الايرند فاليو اللي هي ايه؟ البادجيتد كوست. هما ثلاث حاجات، كل الفاينانس والدراسات والكلام مبين على بتاع الايرند فاليو قايم على ثلاث حاجات بس، اللي هي البادجيتد كوست اوف ورك بيرفورم اللي هي ايه؟ قيمه التكلفه الحقيقيه ايه؟ لا المخططه للشغل اللي انا عملته، يعني الشغل اللي عملته ده كان مقدر له كام؟ والاكشوال كوست اللي هي ايه؟ الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم. يعني البادجت كوست اوف ورك بيرفورم انا كنت كان مقدر ان انا الشغل اللي انا عملته ده هعمله كام؟ الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم ده اللي هو الايه؟ اللي هو الفعلي، الفعلي التكلفه الفعليه. لو قسمت على دي اللي هي الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد، الكوست بيرفورمانس اندكس عباره عن ايه؟ البيرفورمانس اللي احنا بنقول عليه ده، الايرنت فاليو اللي هي التكلفه اللي كان بادجتد بقسمها على الايه؟ التكلفه الاكشوال. لو العمل اللي انا كنت مخطط ان انا هخلصه التكلفه المخططه له اكبر من التكلفه
اللي انا حققتها فعلا ده مكسب ليا، اللي هي اللي بنسميها ايه؟ الكوست بيرفورمانس اندكس. بقسم الايرند فاليو اللي هي البادجت كوست بوك بيرفورم على الاكشوال، الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم، اقسم دي على دي. لو لقيتها اكتر من واحد، لان المفروض ان انا كنت عامله بادجت كوست ده انه يبقى اكبر من الايه؟ من الاكشوال. يبقى لو انا واحد يبقى انا ايه؟ حققت اللي انا كنت مخططه. لو واحد بوينت حاجه 1.1.2 نجحت ان انا ايه؟ اعمل احكم الكوست بتاعي. عشان كده الايرن فاليو، عشان كده السي بي اي لما يبقى 1 او اكثر من 1 يبقى انا نجحت في 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 الكوست ده. البرفورمانس اندكس، كوست برفورمانس اندكس بتاعي. في السكيل برفورمانس اندكس بعد كده هنتكلم عليه بسرعه برضو كده. Value equal or 2 or greater than 1 indicates a favorable condition, and a value less than 1 indicates an unfavorable condition. لو انا جيت قسمت البادجت كوست اوف ورك بيرفورم على الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم وطلعت اقل من واحد، يبقى انا ايه؟ عندي غلط، او ان انا كلفت الايتم اللي انا عملته ايه؟ اكتر من اللي انا قطعته. انا كده ايه؟ دخلت بقى في الخساره. طيب كوست بلس في دي احد انواع من العقود، تبقى كوست بلس. ان انا انت بتصرف كمقاول، انا انت بتصرف دي انا اشتغلت في مشاريع بهذا الشكل يعني برضه، وهي كويسه لما بيبقى في رقابه صح. يعني الكوست بلس في بيبقى عباره عن تايب اوف كوست ريمبرسبل كونتراكت وير ذا باير ريمبرس ذا سيلر for sellers allowable costs for performing the contract work. Seller also receives a fee calculated as an agreed upon percentage of the costs. The fee varies with the actual cost. يعني انا بتفق مع، بس دي لازم يبقى في اولا ثقه ما بين، ثقه كبيره يعني وعملات قديمه ما بين المالك وما بين المقاول، وغير ثقه كمان ان دي بتبقى ادارتها اصعب من اللي لو انا اعطيه ايه بالايتمايزد كوست ايتمايزد، يعني اللي هو يعني اللي هو ايتم يعني ايتم ايتم، ده خلصانه بكذا وده بكذا وكذا. لا ده كوست بلس فيز. انت كلفت الخلصانه بتاعتك مثلا سي 3000 جنيه، انت هتاخد مثلا ايه 20%، يبقى انت خلصتك هتبقى ب 3600 جنيه. كل حاجه بقى اندايركت واندايركت الكلام ده كله بناخد بيبقى نسبه محطوطه فوق الايه؟ فوق ال 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 التوتال كوست. دايركت واندايركت كان بقول من اخره، كلفتني مثلا متر مثلا 3000 جنيه، انا هدي لك فوقيها مثلا 20%. خلاص؟ فده تايب اوف ايه؟ اوف كوست. دي كوست تيرمز اند ديفينيشن نعرف بنقول كوست بلس في يعني ايه؟ يعني ان انا عندي في ان انا عندي كوست مع المقاول، ان انا انت هتكلف المفروض في الطريقه دي بقى. لو انا جبت عمال مصاريف النقل، لو جبت للعمال مثلا سندوتشات، دي بتبقى من ضمن المصاريف. يعني اي مصروف تصرفه على المشروع يبقى هو ايه؟ ده يبقى بيتحط تحت الكوست بلس في. كوست بلس في حتى له انواع برضه هنتكلم عليها دلوقتي برضه. يعني اللي هي ايه؟ المشتري بيسدد التكلفه الفعليه وبيحط ايه؟ رسوم تحسب على نحو متفق عليه كنسبه من التكلفه الفعليه. طيب الكوست بلس فيز بقى دي في كوست بلس فيكسد في. يعني هو الكوست بلس في حاجات دي حاجات من الانواع ما نسمعهاش او ما نشوفهاش ما نستخدمهاش. The type of cost reimbursable contract with the buyer reimburses the seller for the seller's allowable cost. Allowable costs are defined by the contract plus a fixed amount of profit fee. Fixed amount. انا بقول له انت المشروع اللي انت هتخلصه لي وهتاخد في الاخر مثلا المشروع ب 10 مليون، هدي لك مكسبك انت 2 مليون. ثابته، مبلغ ثابت. يبقى انت الكوست بتاعك اللي هتعمله هدي لك عليه 2 مليون. زي ما يطلع بقى. يطلع بسبعه، يطلع بثمانيه، يطلع بتسعه، يطلع ب 11. بس هي مشكله الكوست بلس في ايه؟ ان انا لازم يبقى في الكلاينت عينه مفتحه وعنده ناس فاهمه، بحيث ان مش مثلا اي حد يجي يجيب مثلا
يقول انا اشتريت مثلا الحاجه دي بكذا وجاي وجيب فواتير ومشي الحال. لا مش عارف، ما ينفعش كده. لازم يبقى في معرفه كامله ورقابه كامله من المالك على المصاريف في المشروع، وناس فاهمه كويس قوي السوق، وناس فاهمه كويس قوي في الحسابات، وناس فاهمه كويس قوي في الانفليشن. الانفليشن ده برضه احد الحاجات اللي بتدخل من ضمن الكوست بلس فيه. الكوست بلس فيه ده هو كويس وكل حاجه، وما بيبقاش فيه ريسك خالص على المقاول، لكن لازم ايه الدنيا تبقى. وانا اشتغلت في هذا الكلام على فكره مش زمان، وانا بشتغل كمقاول برضه في بعض حاجات ما بتبقاش ظريفه فيه، لكن بتبقى مش كويسه يعني. يا اما يعني بالنسبه لي انا ممكن صاحب الشغل يقول لي والله ما كفايه عليك كده مثلا، او حاجات من هذا القبيل، حاجات اللي هي الايه اللي مش حلوه اللي في السوق يعني. فالمهم فالكوست بلس فيه طبعا هو كويس، بيشيل الريسك من على المقاول خالص لو الناس ماشيه بالامان. انا عارف الكلام ده من زمان وده موجود في هذا الكلام، بس الكوست بلس فيكسد فيه ده برضه، ده نوع من الحاجات مش دارجه قوي لكن موجوده. هقول لك انت هتخلص ده يعني، كانه بياخد اجره على انهاء المشروع بالكوست بتاعته الفعليه فعلا، واللي بيراقبها المالك فعلا في نظير مبلغ معين ثابت بياخد. طيب كوست بلس انسنتيف في هنا دخل ايه؟ عنصر جديد اللي هو ايه؟ تكاليف مع كوست بلس انسنتيف. انسنتيف اللي هي ايه؟ تحفيز يعني، في يعني سداد التكلفه، بيقوم المالك بان هو ايه؟ يسدد التكاليف الفعليه لاداء اعمال العقد اهو. A type of cost reimbursable contract where the buyer reimburses the seller for the seller's allowable costs. Allowable costs are defined by the contract. تحددها في الكونتراكت. And the seller earns its profit if it meets defined performance criteria. ان انا بقول والله احنا ايه احنا حاطين تكلفه معينه، اذا نفذ المشروع بالتكلفه اللي احنا متفقين عليها خلاص هياخد ايه نسبه عشان ايه الانجاز بتاعه، ما انجزهاش مش هياخد. مفهوم الحته دي؟ يعني هو احنا دلوقتي متفقين ان الايه او بيبقى شكل لها تفصيله بقى، لو نفذت كذا يبقى كذا وهكذا. يعني احنا مشروع احنا ايه دارسينه مع بعض اهو، عندنا الاسعار. نفذت هذا المشروع مثلا ب 11 مليون هيدي لك مليون. خلاص؟ لو نفذته ب 12 بقى مش هتاخد 11، مش هتاخد مليون، هتاخد اقل. يعني انتوا فاهمين يعني وصل الموضوع ان ده مش نسبه من التكلفه، لا ده بيبقى بالاتفاق هيبقى ايه، ده بيبقى انسنتف. عشان كده ايه انسنتف فيه. خلاص؟ Cost reimbursable contract a type of contract involving payment reimbursed by the buyer to the seller for the seller's actual cost plus a fee typically representing seller's profit. Costs are usually classified as direct cost or indirect cost. That costs are costs incurring for the exclusive benefit of the project, such as salaries or full-time project staff. Indirect costs, also called overhead, and general and administrative costs are costs allocated for the project by the performing organization as the cost of doing business, such as salaries of management indirectly involved in the project, and costs of electric utilities of the office. Indirect costs are usually calculated as a percentage of direct costs. Cost reimbursable contracts often include incentive clauses where if the seller meets or exceeds expected project objectives such as scheduled target or total cost, the seller receives from the buyer an incentive or bonus. اصلا في بتاع الكلام ده كله ايه؟ ان ده نوع من العقود بينطبق على دفع التكاليف الفعليه، بدفع التكاليف الفعليه من المشتري للبائع. بعد إضافة رسوم تمثل عادة الربح اللي بيحصل عليه البائع. وعادة ما تصنف التكاليف مباشرة أو تكاليف غير مباشرة،
ثم يحصل البائع من المشتري على النسبة المتفق عليها كحافز أو كفاءة. يعني بتصرف دايركت أو اندايركت أو إلى آخره، وإيه وبتاخد إيه النسبة على النسبة المتفق عليها على الـ 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 على العقد سداد التكلفة. احنا كام دلوقتي؟ 30. طيب الكوست فارينس، احنا كنا اتكلمنا المره على السكيدول فارينس، على الكوست فارينس، احنا لسه الكوست فارينس ما اتكلمناش عن السكيدول فارينس لسه. A measure of cost performance on a project is the algebraic difference between earned value، كان earned value، earned value budgeted cost of work performed خلاص، and actual cost اللي هي الاكشوال كوست اوف بيرفورمد، اللي هي الفرق ما بين الاثنين دول، ده اللي هي كوست فيرينس. اللي انا عامل بادجيتنج بادجت كوست اوف بيرفورمز مش دي الايرن فاليو، والايه والكوست فير والاكشوال الكوست اللي هو الاكشوال كوست، بطرح الاثنين من بعض يبقى دي فيه ايه؟ في فرق. لو هو بوزيتيف فاليو يبقى انا ايه الظروف معاك كانت كويسه، اللي انا كنت مخططه صرفت ايه؟ صرفت اقل. A positive value indicates a favorable condition and a negative value indicates an unfavorable condition. اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. ده الكوست فاريانس. بس دي بقى ايه؟ دي على دي بالماينس بقى. الثانيه كانت ايه؟ نسبه معينه. يعني انا كنت مقدر للبند ده مثلا 1000 جنيه. صرفت عليه فعلا الاكشن كوست بتاعته 850، يبقى انا الكوست فارينس قد ايه؟ اللي هي الكوست فارينس اللي هي الانحراف في التكلفه، اللي هو الايرنز فاليو اللي هي الاكشن كوست اوف برفورمانس اللي هو ال 1000 ناقص الايه؟ ال 850. يبقى انا عندي ايه؟ الفرق ما بينهم اللي هو الايه؟ الانحراف في التكلفه. هو يعني انحراف بوزيتيف كويس يعني حلو، ان انا كان 150 اللي هو الفرق بين الايرنت فاليو الاكشوال البادجيت كوست اوف بيرفورم ناقص الاكشوال كوست اوف بيرفورم. طب الديكومبوزيشن تكنيك، بلاننج تكنيك ذات سب ديفايد ذا بروجكت سكوب اند بروجكت ديفلوبمنت انتو سمولر، لو كنا بنتكلم من شويه، مور مانجبل كومبوننتس اند ذا بروجكت ورك اسوشيتد with accomplishing the project scope and providing the deliverables is defined in sufficient detail to project executing, monitoring, and controlling the work. The composition ده احنا كنا اتكلمنا عليه من قبل كده، اللي هو ايه؟ يعتبر البريك داون التجزئي. يعني الاول بريك داون صار بنسميه ايه؟ الهيكل التجزئي التركيبي، حاجه كده work بريك داون structure. الهيكل التركيبي او الهيكل التجزئي يعني. هو اللي هو الديكومبوزيشن، بس الديكومبوزيشن اللي هي ايه؟ كومبوزيشن اللي هو التركيب، الديكومبوزيشن اللي هو ايه؟ الفك. ان انا ده بلاننج تكنيك، ان انا بعمل سايفاينج بروجكت سكوب. يعني بروجكت سكوب بتاعي انا بعمل العماره دي، بعمل مثلا الاول ايه؟ اوضع اجهز السايت مثلا موبيلايزيشن، بعدين اعمل مثلا شوب دروينجز، وبعدين يعني الشغل التكنيكال اوف يعني شوب دروينجز بقى والكوانتيتيز والكلام ده كله، وبعدين اعمل بعد كده السايد اكتيفز، احفر الاساسات لو هو مثلا لو مبنى واحد، وبعد كده الاساسات تحتيها ايه؟ الاعمال بتاعتها، حفر خرسانه عاديه، خرسانه مسلحه، عزل، ردم مكاني، وهكذا. يبقى ده بريك داون لغايه ما اوصل لدي. لو انا بشتغل بقى على بريك داون اكثر او ديكومبوزيشن اكثر، هقول مثلا الخرسانه فيها نجار حداده، صب كيورينج، دي شاترينج، يعني دي اللي بيسموه ايه؟ الديكومبوزيشن. في ايه بالنسبه للكوست تيرم ديفينيشن. بلاننج تكنيكس ذا سرفايد ذا بروجكت سكوب اند بروجكت ديفيرابلز انتو سمولر اند مور مانجبل كومبوننتس اند ذا بروجكت ورك اسوشيتد وذ اكومبلشينج ذا بروجكت سكوب اند بروفايدنج ذا ديفيرابلز ان ديفايند ان سفيشنت ديتيل تو سبورت اكزكيوتنج مونيتورينج اند كنترولينج ذا ورك. واضحه؟ اللي هي الورك بريك داون ستراكشر. طيب الكوست تيرمز اند ديفينيشن، الفيرم فيكسد برايس ده بيبقى ايه؟
عقد له سعر ثابت. بمعنى ايه؟ Type fixed price contract where the buyer pays the seller a set amount as defined by the contract. يعني السيلر بحدد في الكونتراكت سعر regardless بقى of the seller's cost. انا ماليش دعوه اتكلف معاه كام، لكن انا بصرف له ايه؟ سعر ثابت على ايه؟ على الـ على الـ يعني نوع العقود سعر ثابت. انا مش هدفع ايه؟ مهما عمل، مهما اتصرف، مهما انا بدي مبلغ ثابت محدد في العقد بصرف النظر عن تكاليف البائع. انا مش دعوه اتكلف كام، انا بقول له الحاجه دي انا حد عليها كذا. ودي على فكره موجوده دلوقتي بكثره هنا في مصر، في ناس ملاك وصلوا لهذه المرحله. اهلا بيه، اهلا بيه دكتور احمد. السلام عليكم دكتور حسين، الله يعطيك العافيه يا سيدي. مساء الخير وجزاك الله خير عن كلياتنا يا سيدي. طيب استاذ حسين، من خبرتك الله يبارك فيك يا سيدي، من خبرتك كان السؤال يعني الى اي مدى لازم يكون المقاول بالبيد بروسيس صادق مع الاستشاري او مع المالك باظهار القيم تبع الكوست اللي هي عملها كوست بريك داون، يعني هالبروسيس هاي اللي هلا انت قدمت لنا اياها وكان عنده هو ارقام وقدم هلا على عرض لمشروع كبير، ايش لازم يظهر ايش ما لازم يظهر من خبرتك، ايش الامور اللي لازم يخبيها يكون صادق فيها؟ يعني السؤال عام نوعا ما، ولكن ردت هيك اسمع رايك في هذا المجال. انا فهمت وجهه نظرك، يعني لاي درجه انا ببقى مكشوف قدام ده بيعتمد، خلي بالك ده بيعتمد على نوعيه العقد. بمعنى ايه؟ يعني لو انا العقد بتاعي انا في عقود مثلا انا حضرتها هنا، كانت شركه فرنسيه هنا في اسكندريه هنا، خلاص الشركه دي كنا يعني شغالين معاها على المكشوف. بمعنى ايه؟ يعني مثلا هو كان في شغل الاول itemized خلاص واكسبكتد، يبقى في ايتمز هتاخد حاجات اكتر، واخد بال حضرتك؟ فيعني مثلا يقول لي البريك داون بتاعك، قول لي المانج بتاعك بتدي له كام بالضبط. فانا اقول له المانج بتاعي بدي له مثلا سي مثلا 5000 جنيه، انما انا عندي مصاريف اداريه للمانج ده وبتعمل له كذا 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 وهاخد منك 10000 جنيه، واخد بالك؟ بقول له ده كذا وانا كذا. العقد كان كده من الاول خالص. الحاجه اللي لازم تبقى الواحد فيري فير، لان دي يعني ايه شرعا واثيكلي وكل حاجه، اللي هو لو انا بشتغل كوست بلس، الكوست بلس لازم يبقى الواحد فير معاه. مش فير يعني انا قصدي هو انا لازم ابقى فير في جميع الحالات، ترانسبرنس شفاف. نعم بس الحاجه بس الفكره فين؟ يعني انا واخد بروجكت ايتمايزد، انا متفق معاه مثلا سعر متر خرسانه بكذا خلاص، يعني ما يجيش يقول لي بقى انت يعني حاطط لدي كام ولدي كام ولدي كام ولدي كام، هو مش دعوه. هو يبتدي يبقى له دعوه امتى؟ لو في ايتمز معمول جديد خلاص، الايتم الجديد ده السعر بتاع الريسورس بتاعته كذا، عندي الماتيريال كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، يبقى انا بحط له بقى الاسعار المظبوطه وبعمل البريك داون بتاعي بالمظبوط وبعمل كل حاجه. لان خلي بالك من حاجه برضو، احنا لازم نبقى يعني نتكلم بالشكل العملي. اي كلاينت موجود في الدنيا هو فاهم، الكلاينت اللي فاهم بيبقى عارف. فانت لا ندخل نفسنا في ان احنا نعمل حاجه حرام ولا ندخل نعمل حاجه غلط. واضح الكلام؟ يعني اما يبقى مثلا كوست بلس لازم احط الكوست الحقيقي، يبقى واضح قدامه انا صرفت كذا. لو بقول لك لو انا اجرت مثلا سياره تنقل لي حاجه جوه الموقع، ده سعر موجود لازم يتحط.
لو صرفت مثلا اعلانات على اي حاجه بتتحط جوه الكلام ده كله، يبقى الاكسبنس بالكامل موجود. في الحالات اللي زي كده المفروض ان المالك له يعني في الكوست اند بلس باي شكل من الاشكال اللي فاتت، المالك لازم في ناس قاعده موجوده قاعده بت 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 قاعده معاه. واخد بال حضرتك؟ انما لما يبقى حاجه خاصه بيا انا داخل في مشروع عادي خالص وداخل بايتمز بكل حاجه، لا ده الكوست كنترول بتاعي ما حدش بيشوفه. تمام، انت فاهمني؟ يعني انا الكوست كنترول بتاعي، يعني مثلا كان في شركه كوري اشتغلنا معاها شويه، كان الكوست كنترول بتاعها بالكوري، ما حدش يعرف يقراها غيرها. الصيني الكوست كنترول بتاعها بالصيني، اذا اظهرت اي حاجه اصل انت يعني انت انا بقى الكوست كنترول ليا انا ليا بيرسونال لمؤسستي، مش للاستشاري ولا للعميل. انما الحاجات الخاصه مثلا لو انا في بريك داون لاي حاجه برضو احنا يعني احنا لما ببيع مثلا مطلوب مني مثلا طلب مني اعمل ايتمز ثانيه، اما طبعا انا بحط بريك داون ما بحطش اقل سعر. يعني مثلا في خرسانه في السوق بتتباع ب 700، في خرسانه بتتباع ب 900. النورمال مثلا في السوق ان انا بعمل ايه؟ ان الخرسانه ب 900 جنيه اتس اوكي بحطها ب 900، انا الشاطر بقى اجيبها ب 700 او الى اخره. بس ده في البريك داون مش في الكوست بلس، نخلي بالك. انما الكوست بلس لازم امانه بقى وايثيكلي وكل حاجه، ان انت تبقى كل حاجه واضحه. بس لو مش عايز اقول لك لو رحت حلقت طبت ضمن المشروع، واخد بال حضرتك ازاي؟ هي دي النقطه. واضح واضح. أهلا بيك أهلا بشمهندس. الله يسلمك. نور الدين. الله يسلمك. حضرتك شغال فين بقى؟ والله شغال أنا بألمانيا، صار لي يعني هلا دخلت من كام يوم بالعشرين سنة هون بألمانيا. ما شاء الله دويتشلاند يعني. إيه بدويتشلاند رشتش. الله يسلمك يا سيد حسين، بارك الله فيك وكثر الله خيرك والله يجزيك الخير. عن حبيبي دانك شون. حبيبي حبيبي شكرا، نورت بشمهندس. الله يسلمك، احياكم الله. بشكر دكتور حسين على المحاضرة القيمة، واتمنى يعني الجميع يكون بخير باذن الله. بشكركم جدا يا محمود، وبرضه يعني فيل فري يعني بكل ما تستطيع من قوة انشر هذا الكلام، لان ده هو ده المطلوب، ده الترج بتاعنا، نحن ننشره في كل اللي انت تعرفه وحاسس ان هو يعني he needs to improve his capabilities. ابعتها انشرها في كل حته وفي كل مكان، ما فيش اي حاجه خالص يعني. يعني وبشكركم جميعا على حضوركم، وان شاء الله والباشمهندس روماني ان شاء الله سعداء ان احنا نشوفه دايما معانا وكل الناس الموجودين، وان شاء الله المره الجايه نلتقي مع بعض وانتم كلكم بخير وصحه وسلامه، واسركم كلها بخير وصحه وسلامه يا رب ان شاء الله.